اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما للاهلي الليله. حلقه مميزه جدا وحلقه نتكلم فيها عن تفاصيل كتير. حلقه بتسبق مباراه المنتخب المصري مع نظيره منتخب النيجر في مباراه هامه جدا. مباراه هامه جدا لانها في التصفيات المؤهله للبطوله الافريقيه، وطبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا المباراه الاولى بهزيمه امام المنتخب التونسي الشقيق. معانا سويسلاند، معانا النيجر، وما ادراك ما النيجر. وفاكرين مباراه 10 اكتوبر 2010 والمعزه السوداء. قابلنا منتخب النيجر 3 مرات، 2 رسمي وواحده وديه. كسبنا ودي وواحده رسمي واتغلبنا طبعا في مباراه مهمه جدا، وكانت المباراه دي اقصتنا عن التاهل للامم الافريقيه بعد ما كنا حاصدين اللقب الافريقي 2006 و2008 و2010، وساعتها كانت الشماعه المعزه السمراء اللي دخل بيها لعبوا منتخب النيجر، والكلام ساعتها عن السحر والشعوذه. بعيدا عن السحر والشعوذه، مازال الضرب تحت الحزام مستمر بين محمد صلاح واتحاد الكوره. محمد صلاح كل ذنبه ان كان عايز شكل حلو للمنتخب المصري، كان عايز راحه، كان عايز حاجه محترمه للعبته. خلوا بالكم ان لعيبه المنتخب المصري، وانا بتكلم مع زميل عمر البنوبي قبل الحلقه، مسميين محمد صلاح ناصر ونصير الغلابه كده، يعني افيه عاملينه. لكن الاخبار المتداوله قبل المباراه بساعات وان محمد صلاح بيزعق للامن وبيقول لهم لا ما تمنعوش الناس انها تتصور معايا من النهارده الصبح، الاخبار اللي بتتداول، وقبلها طبعا قصه صلاح عايز حراسات و و و ففي بعض الاخبار بتترمي كده بيقول لك ان في ضرب تحت الحزام، ويبدو ان الموضوع لم ينتهي بين اتحاد الكره وبين محمد صلاح. اتمنى ان القصص يعني عندنا مباراه مهمه والدنيا تبقى مظبوطه ان شاء الله، تبقى الدنيا على الف خير. اكيد معانا تفاصيل وكواليس وحاجات كتيره جدا في حلقتنا، لكن لازم طبعا ارحب بزميلي دايما اللي بسعد ان اكون معاه، محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير عليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بدايه ساخنه، بدايه بالعديد من الاخبار المهمه، بالتاكيد متابعه خاصه لمباراه منتخبنا الوطني ومنتخب النيجر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في الكاميرون. لكن كعادتك زميلي ايهاب، حلقه فيها اخبار كتير واسرار كتير، وبالتاكيد خلال الفتره الحاليه باذن الله عندنا تفاصيل كتيره يعني نقدر نقولها في هذه الحلقه ما بين الاستعداد للمنتخب الوطني، وعندنا تقارير ايضا مهمه يعني محمد جدا. لما يبقى مباراه مصر والنيجر ومباراه مهمه وتيجي يوم الماتش صباح الماتش تلاقي اخبار كتير ومصادرها معروفه ان محمد صلاح بيتخانق مع الامن، وان محمد هاني زميل محمد صلاح في الاوضه هو اللي بينزل يجيب له اصحابه، وان الامن مش عايز يطلع اصحاب صلاح للاوضه. ليه يعني الموضوع بلاش الضرب من تحت الحزام وخلي الدنيا تمشي يا جماعه، خلاص ما كانش طلب الراجل وانتوا وفرتوه. والله يا استاذ ايهاب، بص انا عايز اقول لك على حاجه، كل الطلبات اللي كان طالبها محمد صلاح واللي استقبلتها او اللي استقبلها اعضاء اتحاد الكره في التوقيت ده بنوع شويه من الاندهاش وثم مؤتمر صحفي، كل هذه الطلبات نفذت على ارض الواقع بشكل رسمي في اول معسكر للمنتخب في برج العرب من الالف للياء بلا استثناء. لكن في نفس الوقت يعني مباراه زي دي، واحنا بنتكلم على مباراه مصر والنيجر، بدل ما نتكلم ان احنا خلاص دلوقتي اصبح منتخب بيضم لاعب عالمي زي محمد صلاح، المفروض في التوقيت الحالي كمان الكل يكون مع المنتخب في المرحله الحاليه، منتخب بيستعد لتصفيات افريقيه، عندنا عوامل ايجابيه كثيره كمان في التوقيت الحالي، ومحمد صلاح اختير ضمن افضل 3 لاعبين في العالم، وداخل في الاستفتاء خلاص ذا بيست ذا الافضل هيكون ان شاء الله خلال الفتره القادمه، يعتبر كمان ثالث افضل لاعب في اوروبا بعد مودريتش وبعد كريستيانو رونالدو. فبالتاكيد اختيارات مهمه جدا جايه في توقيت مهم جدا بالنسبه للمنتخب الوطني ولمحمد صلاح. لكن الاخبار اللي بتتناثر في الصباح الباكر ومنذ الصباح الباكر وفي هذا اليوم، والمنتخب عنده مباراه مهمه جدا بعد اقل من ساعه على استاد برج العرب، مثل هذه الاخبار ممكن تؤثر بالسلب. لكن زي ما اكدت زميلي ايهاب، يعني انت عندك تفاصيل وعندك اخبار كتيره متعلقه بهذا الامر، ودايما بتبقى عندك انت المعلومه اكتر في مساله المنتخب الوطني والتفاصيل اللي بتحصل سواء بين اللاعبين المحترفين، لان كمان الفتره الاخيره الكل كان بيعتقد ان اللاعبين المحترفين ممكن يكون عندهم مشكله
في مثل هذه الطلبات ان يعني يبقى فيها غيره بعدد من اللاعبين، لكن رد الفعل بين كل اللاعبين المحترفين بلا استثناء ان هم كانوا سبورت جدا لمحمد صلاح في هذه الطلبات، لان الجزء الاداري المهم اللي كان بينقص المنتخب في كاس العالم هو الجزء اللي اتكلم عليه محمد صلاح، لكن هي فكره بس التوقيت. البعض ما كانش متفاهم او مش فاهم فكره التوقيت اللي بدا بيه صلاح في التوقيت ده ان يثير كل هذه المشاكل، ليه ما قالهاش بعد كاس العالم؟ لكن واضح ان هو عشان داخل على تصفيات افريقيه واول تجمع للمنتخب مع جهاز فني جديد، فكل هذه الطلبات طلبت خلال الفتره الاخيره، ونتمنى خلال الفتره القادمه من خلال الجهاز الفني. يعني انا اتمنى ويعني برضه اسمع رايك فيها ان الجهاز الفني يكون ليه دور كبير جدا في هذا الموضوع، لان الجهاز الاداري والجهاز الفني والجهاز المعاون بشكل عام ليه دور كبير جدا في كل هذه المسائل والنقاشات، لان اللعيبه في الاخر كلها سواسيه داخل المنتخب. وكابتن المنتخب احمد المحمدي الفتره القادمه كمان في هذا المعسكر هنشوف بقى مساله كابتن المنتخب بيحمل شارة القياده ولا كمان كابتن المنتخب داخل الفريق هيكون من خلال عدد من اللاعبين اللي هم ليهم خبرات كبيره جدا زي محمد صلاح واحمد حجازي. طبعا ترتيبه كابتن المنتخب برضه محمد خدت اكتر من حجمها وكلام كتير، وهل تم استبعاد عدد من اللاعبين ابرزهم الكابتن احمد فتحي وشيكابالا علشان محمد صلاح هو اللي ياخد الشاره؟ لا، ده المحمدي هو اللي هيحمل الشاره، لا ده المحمدي هيسيب الشاره لمحمد صلاح، لا ده في مؤتمر وقعده عشان نعمل الترتيب، هيبقى المحمدي بعد كده حجازي بعد كده النني بعد كده صلاح. يعني في حاله من اللغط وحاله من عدم يعني الانتظام داخل اداره المنتخب. كل ده احنا بنتكلمه خلاص، يعني اللعيبه موجوده في الملعب وهيكون في تسخين و فاحنا مش بنأثر على حد في هذا التوقيت بقدر ما بنقول ان في يعني في اداره المنتخب اخطاء مهمه جدا لازم يعني يتم تداركها. وخلينا اقول لك على مفاجاه مهمه، بعد ترشيح او ترشح افضل لاعب للعالم في العالم كريستيانو ومودريتش ومحمد صلاح، الاتحاد البرتغالي هنا كريستيانو والاتحاد الكرواتي هنا مودريتش، واتحاد الكره المصري كان مغيب لولا احد الاصدقاء كلمهم وقال لهم يا جماعه ينفع الناس هنوا الناس ومحدش هناه، قاموا مطلعين تصريح انهم بيهنوا الراجل وبعدين عملوا له تورته كده في المنتخب قالوا له الف مبروك. فيبدو ان الحاله يا محمد اللي موجوده ما بين تصريحات صلاح وما بين طلبات صلاح وما بين قبولها بالموافقه من قبل اتحاد الكوره لكن من تحت الدرس كده مشيله وعايزين نخلص يا جماعه، دي اللي مخليانا في هذا الموقف يا محمد، وستبقى المشكله في النهاوي بيدير محترف. هي الفكره المفصليه في هذا الموضوع بالفعل مشكله النهاوي بيدير محترف، وان المحترف خلال السنوات الاخيره شاف مدارس كتيره جدا وعنده زملاء وبالتاكيد في الفرق الاوروبيه اللي لعب معاها شاف كيفية المعاملة، كمان مش هتكلم على مستوى الأندية لكن حتى على مستوى المنتخبات، لأن في توقيت كلام صلاح على هذا الموضوع وعلى هذه الموضوعات بشكل عام ساديو ماني حتى على صفحته الشخصية نشر صورة ليه وهو مسافر مع المنتخب السنغالي في التصفيات الأفريقية بستايل مختلف تماما وبأسلوب جديد وبصورة محمد صلاح كان بيتكلم عنها بتفاصيل كثيره جدا. هي دي الفكره اللي احنا عايزين نتكلم عليها، لكن انا برضو بؤكد وبصر على هذا الموضوع، كل هذه الخلافات وكل هذه الأزمات النقطة المفصلية فيها لحلها هو المدير الفني للمنتخب الوطني ومدير إداري قوي يقود هذا المنتخب خلال الفترة القادمة. دي النقطة المفصلية، لا علاقة اتحاد الكرة بالجهاز الفني أو باللاعبين أو حتى طلبات اللاعبين. المدير الفني إذا كان قوي سيستطيع أن يسير بهذا المنتخب بما يراه لمصلحة هذا المنتخب وبما يخدم على لاعب المنتخب سواء المحترفين أو المحليين، لأن الطلبات اللي ممكن يطلبها لاعب معين محمد صلاح هو محترف في الدوري الانجليزي في نادي ليفربول، لكن بشكل عام هو شايف ان هذه الطرق وهذا الاطر بيساعد اللعيبه بشكل جيد على الانتظام في المعسكر بشكل ايجابي، على التفكير في المباريات بشكل جيد، على التركيز للهدف الاساسي اللي المنتخب عايز يحققه. وكل هذه النقاط حتى احنا في سفرياتنا لما كنا مع النادي الاهلي كنا بنلاحظ هذه اللمسات حتى من قبل الجهاز الفني ومن لاعبي النادي الاهلي. يعني مثلا عايز اديك مثال اصابه جونيور اجاييه في ماتش تاون شيب في بوتسوانا، انا هطلع شويه من حته المنتخب وادي مثل حصل معانا حتى في سفريه بوتسوانا. اصابه اجاييه واحنا راجعين حتى على الطياره كانت الطياره كلها كومبليت في التذاكر وفي الرجوع حتى من بوتسوانا الى اديس ابابا كترانزيت، تم التجهيز واتصالات عديده جدا من ليله السفر حتى صباح يوم السفر لتجهيز مكان اخر لنقل تذكره السفر ما بين الايكونومي اللي هو الاقتصادي الى البيزنس كلاس عشان راحت جونيور اجاييه لان عنده صعوبه ان ممكن رجله ما تكونش مفروده بشكل جيد داخل الطياره.
هذه الامور الاحترافيه بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، وده اللي فرق حتى ملاعبي النادي الاهلي وهم راجعين من بوتسوانا، ان عدد من اللاعبين تم تغيير اماكن التذاكر بتاعتهم او اماكن الكراسي من اوكونومي الى البيزنس، عشان تقدر اللعيبه لما ترجع وعندها استعداد لمباراه الاسماعيلي تستعد بشكل جاد وبشكل محترف للمباريات القادمه. دي النقط المفصليه اللي ممكن المنتخب خلال الفتره القادمه من طلبات صلاح، لكن الجهاز الفني عليه دور كبير جدا زميلي ايهاب في هذا الموضوع. طب نرجع بسرعه للمنتخب محمد، وخليني اطير لملعب المباراه واخد زميلنا المتميز دائما احمد عبد الباسط الناقد الرياضي عشان نشوف الاجواء ونشوف التشكيله الاساسيه. مساء الخير يا ابو حميد. يا هاب برحب بحضرتك وبرحب بالمشاهدين وبرحب بالاستاذ محمد سعيد. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا ابو حميد. ابو حميد الاجواء عندك يعني في ظل عزوف الجماهير عن المباراه. اتفضل. بالنسبه لو اتكلمنا على الجمهور عشان الساده المشاهدين، الملعب طبعا عكس المتوقع تماما، لو قلنا الدرجه الثالثه فيها 5000 او 6000 مشجع بالكثير. الدرجه الاولى نفس الحكايه، هنلاقي 1000 هنا و1000 هنا، يعني 2000 كمان، فبنتكلم في 8، يعني لو قلنا كل اللي موجود في الاستاد 10000 مشجع موجودين، وده طبعا غير المعتاد او غير اللي احنا كنا منتظرينه في مباراه للمنتخب المصري. اعتقد انه الموضوع يعني محتاج اعاده دراسه او اعاده نظر من اتحاد الكوره، خصوصا ان ال 10000 اللي موجودين ممكن نقول تلفنهم دعوات يعني، فالموضوع شويه. بص يا احمد، حتى الان المباع من 40000 تذكره لا يتخطى 4000 تذكره اللي تم بيعه فعليا. بالظبط يا شباب، يعني مأكد على كلام حضرتك، وده بالنسبه لنا يعني كان مفاجاه. نفس الوقت الامن بيسهل دخول الناس جدا لان العمليه خفيفه ايضا والناس كلها بتدخل زي الفل. ولكن خلينا برضو نروح للاجواء بقى، طبعا المباراه والتشكيل اعتقد حضراتكم قلتوه. لا احنا مستنين نسمعه منك يا ابو حميد. طيب خليني اقول لحضرتك انه محمد الشناوي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين هيبقى احمد المحمدي، جنبيه باهر المحمدي ودي مشاركه على حساب علي جبر، جنبيه احمد حجازي وايمن اشرف ناحيه الشمال، قدامه قدام الاربعه علي غزال، وقدام علي غزال ناحيه اليمين محمد النني، ناحيه الشمال طارق حامد، قدامهم اثنين تريزيجيه ومحمد صلاح في اماكنهم المعروفه طبعا، وقدام مروان محسن. بعض الناس ممكن تسال طب التشكيل غريب شويه او الراجل لعب بالطريقه دي ليه؟ الراجل لو قلنا الاغرب حاجه موجوده باهر المحمدي، هم شايفين ان هو في التدريبات فرق شويه عن علي جبر فدفعوا بيه. ايمن اشرف قال لك ان استغل خبراته في ان هو يبقى موجود في الحته دي يقف، لان عندهم الاثنين جناحات بيزيدوا لقدام، فده هيبقى محتاجين ناس زي المحمدي وزي ايمن اشرف بدل ما نحط محمد حمدي وكان هو الاقرب للمشاركه، ولكن خافوا يحرقوه بلغه الكوره. الخلاف الاكبر عن الثلاثه اللي في نص الملعب يا شهاب، كان الكلام كله داخل الجهاز الفني انهم يلعبوا بطارق حامد وعلى شماله النني وعلى يمينه عمرو ورده، بحيث ان يبقى في شكل هجومي شويه. لكن ان انت بعد ما كوبر مشي وكنا بنعترض على اثنين موجودين ديفندرات اللي هو طارق حامد والنني، لو بنلعب ثلاثه ونزود معاهم علي غزال، هو الراجل في دماغه عايز يعمل ستاره من نص الملعب بحيث ان هو يزق المهاجمين اللي قدام. لكن كان الخلاف معاه من اعضاء الجهاز الفني ان الثلاثه ما بيلعبوش كوره يا شهاب، يعني الثلاثه ما عندهمش كوره، ما عندهمش ان هو يعمل اسيست، ما عندوش ان هو يطلع لعيب، فدي ممكن تبقى فيها صعوبه شويه في الشوط الاول. وطبعا هم حطوا مروان محسن في المنطقه الهجوميه، قال لك احنا عايزين محطه بحيث ان صلاح وتريزيجيه يقدروا ياخدوا المساحات بتاعتهم ويقدروا يلعبوا، لان لو حطينا صلاح محسن هيروح في حضن المدافعين وده هياثر علينا سلبيا. احمد، الاجواء اللي انت شايفها من خلال تسخين اللاعبين، النزول في الملعب، اجيري واستقبال الجماهير ليه في اول ظهور رسمي للمدير الفني المكسيكي، واكيد هاخد رايك في بعض الاخبار المتضاربه اللي بتترمي من الصبح على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسميه بشان محمد صلاح بينهر الحراس بتوعه، لا خلوا ناس تصور معايا، قصص كده يعني مرميه من تحت الترابيزه في يوم مباراه مصر والنيجر. هو مبدئيا انه في حاله استياء رقم واحد، الاجواء كلها حاله استياء من عدم وجود جمهور، وطبعا زي ما قلنا اتحاد الكوره لازم يعيد النظر في الموضوع، دي رقم واحد. رقم اثنين، المنتخب متامن تامين شامل، ما حدش بيقدر يوصل للعيبه بسهوله، اللعيبه جت ودخلت حتى احنا قدامنا قدام الصحفيين ما كانش حد قادر يوصل ليهم او بنصور من مسافه بعيده، وطبعا ده كان موجود ومفروض على الناس كلها. اجيري خلال نزوله الملعب الهتاف الاكبر كان لسلجادو ما كانش لاجيرو، وسلجادو ده برضه عليه علامات استفهام كتير، خصوصا ان انا عارف ان في استياء داخل الجهاز الفني من طريقه تعيين سلجادو، ان هو تعين فجاه كده وجالهم يعني فجاه، بالرغم ان هو كان اصلا وكيل في الصفقه، يعني اتحول من وكيل لمستشار فني للجهاز الفني. وانت عارف يا احمد اعضاء مجلس الاداره قعدوا مع اجيري على انهم طبعا يعني هيحصلوا على توقيعه، والراجل كان طلع موقع ومتفق من الاول، وكل ده كومفلاش ان الناس قاعده وبتفاوض الراجل،
وسلجادو لا الوكيل بتاعه لا ده دلوقتي موجود في الجهاز الفني. يعني في حاجات واضحة أمام الجميع وحاجات بقى عليها علامات استفهام كبيرة جدا في إدارة الكرة المصرية. بالظبط، يعني هو موضوع اجيري كان حصل من زمان جدا، وموضوع بقى السفهات والكلام ده كان هو شو قدام الراي العام، بحيث ان احنا نقدر نقول ان احنا تعبنا واشتغلنا وعملنا اللي علينا. لكن الامر يعني برمته انه الموضوع كان محسوم وخلصان من بدري. خليني اقول لحضرتك برضو ان في بعض الناس بتولد على تذاكر بره مجانا من اتحاد الكره، سواء بعض الموظفين او حد يمت ليهم مصابه، بحيث ان الناس تدخل، يعني بيوزعوا باي حد عايز يدخل المباراه. ولكن طبعا الملعب بعيد عن المدينه، فمش هيعرفوا لا حد ماشي كده من غير تذكره اللي جاي المكان ده. يا ابو حميد بعد ايه وانت عارف من يوم الخميس ان كان اتباع 2000 ولا 3 وفي الساعات دي اتباع ال1000 الثاني اللي وصلهم 4 أو 5. يعني لو بعت مراكز شباب تذاكر ولا وديت اتوبيسات تجيب الناس ولا ريحت الناس، فبالتالي انت جاي تتصرف متاخر وتوزع قدام الاستاد اللي موجود طبعا في منطقه بعيده شويه، فمش اللي رايح رايح. فالموضوع طبعا عايز وقفه، لكن طمني اكتر على خط سير المباراه والمنافس منتخب النيجر. منتخب النيجر طبعا انا كنت اتكلمت مع الجهاز الفني، قالوا هم عندهم اخطر اثنين، هم الاثنين الهافات اللي عندهم ناحيه الاطراف، فيهم واحد اسمه ديبايور، طبعا مش ديبايور معروف بس لكن سريع جدا. فهو قالوا دول اخطر حاجه عندهم، واحنا كمان هنهاجمهم من قدام، لان هو منتخب من الطبيعي هيلعب على الهجمه المرتده، فاحنا هنهاجمهم من قدام. هم مش قلقانين عندنا، والمباراه نسبيا سهله سهله نسبيا على الورق وفي كل حاجه وفي التاريخ، ولكن لو مثلا بنلعب تونس النهارده ما اعتقدش ان كان هيتم استبعاد احمد فتحي، ما اعتقدش ان هو كان هيتم استبعاد بعض اللاعبين مؤمن زكريا او اعتقد ان كان في بعض اللعيبه حتى لو هو كان ما بيلعبش كان هيجيبوا بعض اللعيبه اللي مفيش يعتمدوا عليها. مفيش معزه سودا المره دي؟ مفيش، لا مفيش بقى، مفيش معزه ولا اي حاجه خلاص. احنا ما يعني ما فيش اي حاجه من الكلام ده تنفع ولا في اي حاجه ولا في اي حاجه من الكلام ده، لكن خلينا نشوف الراجل هيعمل ايه النهارده. هو المشكله ان شاء الله احنا بنتمنى له طبعا ابو حميد التوفيق، وبنتمنى للمنتخب التوفيق في الظهور الرسمي للجهاز الفني الجديد. عندنا مشاكل كتير، ان شاء الله المكسب ده يصلح المشاكل ويخلينا على بدايه، مش ينسينا المشاكل لغايه ما تتكون تاني. اشكرك زميلي المتميز دائما احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ورساله مهمه جدا من ارض الملعب والكواليس. خلينا نروح سريعا زميلي محمد سعيد الشرسوف معانا النهارده. طبعا زميلي ايهاب، النهارده الحلقه دسمه فيها تفاصيل كثيره، وما بين احنا بنتكلم على المنتخب في الفقره الحواريه الاولى بالتاكيد معاك هيكون الكابتن اسامه عرابي، هيلقي الضوء والحديث عن تشكيل المنتخب وكيف يستعد المنتخب لهذه المباراه في ظل ان الجهاز الفني جديد للمنتخب الوطني بقياده خافير اجيري، فبالتاكيد عنده تفاصيل كثيره وممكن نتكلم في امور فنيه كثيره في هذا الامر. ده في الجزء الحواري الاول. الجزء الثاني من الحوار بنتكلم فيه بقى عن النادي الاهلي ولائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه بعد العديد من ورش العمل التي أقيمت على مدار الأيام القليلة الماضية وندوات واجتماعات ودية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، سواء في مقر النادي بالجزيرة أو حتى في فرعي النادي بمدينة نصر بالأمس أو حتى في هذه اللحظات داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. وعندنا العديد من التقارير في هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة فقرة مهمة جدا أيضا للكابتن خالد العوضي، طبعا حديثا الألعاب الأخرى، وعندنا بالتأكيد إنجاز طيب لمنتخبنا الوطني للأنسات لكرة السلة اللي حقق بطولة أفريقيا التي أقيمت في كينيا تحت 20 سنة، ومن ثم تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم في المكسيك خلال الفترة القادمة. هذا المنتخب كان من قوامه الرئيسي 6 لاعبات من لاعبات النادي الأهلي في منتخب يكونوا موجودين النهاردة معانا، مش هنقدر نقول في حفلة لكن تكريم بنتكلم معهم خلال الفترة القادمة. بالتأكيد عندهم تفاصيل كثيرة وهيتكلموا في موضوعات كثيرة خلال الفترة القادمة بعد تأهل المنتخب الوطني في لعبة كرة السلة. تفاصيل كثيرة في هذه الحلقة، هنطلع لفاصل ثم بعد الفاصل بإذن الله هيكون زميلنا إيهاب الخطيب مع الكابتن أسامة عرابي. اهلا بحضراتكم كل مشاهدينا الكرام من جديد، كل متابعينا لبرنامج الاهلي ليله واولى فقراتنا الحواريه. فقره حواريه مميزه جدا تتواكب مع الاحداث بعد قليل، مباراه المنتخب المصري مع نظيره النيجر في مباراه قويه جدا واول ظهور رسمي للمدير الفني المكسيكي والجهاز الفني
الجديد في مباراة مهمة جدا. عشان كده معنا واحد من النجوم الكبار نتكلم عن المباراة والتشكيل والتفاصيل. كابتننا الكبير الكابتن أسامة عرابي مشرفنا النهاردة يا كابتن. أهلا وسهلا بك يا إيهاب، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. بركة يا كابتن، كله تمام؟ الحمد لله. الله يخليك. مباراة مهمة وزخم كبير جدا، في وسط هذا الزخم الجماهير بتعزف عن حضور المباراة، جماهير عزفة خالص عن الحضور، الأعداد قليلة جدا، تذاكر اللي اتباعت ما تعدتش 4000 تذكرة، الباقي دعاوي ما يكملوش 8-10000 في الملعب، المطبوع 40000 تذكرة، هل عند حضرتك تفسير؟ اه طبعا، أحداث كتيرة حصلت الفترة اللي فاتت أثناء كأس العالم وبعديها خلت الجماهير طبعا تعزف النهاردة شوية أو تعزف عن الحضور بكثافة. أحداث حصلت في قلنا في كأس العالم زي البعض، المشاكل اللي حصلت من النواحي الإدارية خلت المنتخب بعيد عن التركيز شوية، النتائج اللي حصلت طبعا كانت نتائج سلبية جدا، يعني الناس كانت شوية ماتش أورجواي قالت إن المنتخب أدى بشكل كويس فكان عندهم أمل، وبعد كده المستوى تدنى. هل كابتن المنتخب لما يأدي أمام منتخب أورجواي وعلى مدار 90 دقيقة يبقى حارس المرمى هو بطل المباراة وما عندناش ضربة ركنية واحدة، يبقى أدينا بشكل ولا اتخدعنا في هذا الأداء؟ لا اتخدعنا نسبيا، لأنه قبلها المنتخب الروسي كان كسبان المنتخب السعودي 5، وإحنا بنلعب المنتخب المفروض أنه مصنف رقم واحد في المجموعة، يعني كفاية الاسمين الكبار كفاية كافاني وسواريز، يعني اتنين راسين حربة تقال جدا، فكان في تخوف كبير، فكنا احنا وصلنا للدقيقة 89 والنتيجة أو 90 والنتيجة كانت تعادل وهم كسبوا في آخر دقيقة، فده يمكن ادى انطباع للناس ان الأداء معقول، ولكن زي ما انت قلت هو الشكل العام الأداء كان سلبي، يعني انت هم ليهم بتاع 5-6 هجمات خطيرين فرص جدا، فرص محققة لسواريز والكافاني، ويمكن انت ليك تألق طبعا من الشناوي كان ممتاز طبعا في الماتش ده تحديدا وفي البطوله كلها، انت في المقابل ما كانش ليك فرص حقيقيه، ولكن احنا بنقول نسبيا كبدايه المشوار الى حد ما كان الاداء في جزء من اللقاء كان مرضي بالنسبه للناس، ولكن المشكله الكبيره حصلت في ماتش المنتخب الروسي، انت انهارت جدا في الشوط الثاني، في بدايته في اول تلت ساعه من الشوط الثاني 3 اهداف سريعه جدا وكان ممكن الحصيله تزيد، والماتش خلص 3-1، وكانت المشكله الكبيره قوي ماتش المنتخب السعودي، لانه مع احترامنا الكامل للمنتخب السعودي عندهم كره جيده جدا وعندهم لعيبه كبار، ولكن برضو كانوا بيمروا بمشاكل في البطوله نفسها، تغيير المنتخب وخبرات اللعيبه مش كبيره وخسارتهم من المنتخب الروسي 5، فكل المؤشرات كانت بتقول ان احنا هنعمل ماتش كبير وهنكسب، وكل المصريين كانوا متوقعين هذا. اولا هم ما عندهمش خبرات اللعيبه اللي عندنا، ما عندهمش لعيبه محترفين في الخارج، يعني انت عندك الارسنال وليفربول وحجازي في الدوري الانجليزي ورمضان وتريزيجيه في الدوري التركي، محترفين وشايف ان وهم كانوا بيجددوا كمان، يعني هم مش زي مش في فترات المنتخب السعودي كان قوي فيها جدا، يعني فترات راح كاس العالم كان قوي جدا، احلال وتجديد برضو في تغييرات في المنتخب السعودي في ظل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، وفي ظل مواجهات وخطه وتشكيل وطريقه لعب كوبر بيلعب بيها، اجير النهارده في اول مباراه مع استعراضنا للتشكيل، هل هيلعب بأني طريقه؟ هل صعب يحفظ اللعيبه ولا لا؟ هاخد اجابه حضرتك ولكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونعود لنتواصل في الاهلي الليله. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. قبل الفاصل كنت بسال الكابتن اسامه عرابي، اجيري في اول ظهور رسمي بعد طريقه هيكتور كوبر، هل هيغير من طريقته ولا هنشوف حاجه جديده؟ وبالذات انه اول مباراه، رغم ان الحديث عن منتخب النيجر انه منتخب عادي، ولكن النهارده ما فيش منتخب قوي ومنتخب ضعيف.
يعني اجاوبك على السؤال ده بس اكمل الجزئيه اللي عزوف الجماهير بنتكلم عن ليه عزوف الجماهير. فلو قلت لك الاسباب انه الاداء اللي اديناه في كاس العالم واخره كان المنتخب مباراه منتخب السعوديه كانت مفاجاه بالنسبه للشعب المصري. فالناس عندها حاله استياء من اللي حصل في كاس العالم ده جزء من السبب. الحاجه الثانيه الاتهامات المتبادله اللي حصلت بعد رجوعنا من كاس العالم بين بعض الناس اللي في الاتحاد، اخيرا مشكله محمد صلاح طبعا. ودي برضو عملت مشكله كبيره بين رأيك الجماهير. رايك يا كابتن الحته دي رايك فيها ايه؟ لا هو الراجل بيتكلم بشكل احترافي جدا، والكلام اللي كان بيتقال وناس طلعت نفته انه في كاس العالم انه كانت الموضوع مش متسيطر عليه وفي مشاكل وبتاع، واضح جدا بعد الرجوع وكلام محمد صلاح. يعني هو كان بيتقال لا ان المعسكر منتظم والمعسكر، بس واضح انه كان في عدم، كان في مشاكل برضه، في واضح ان في حاجات مش مظبوطه. حتى محمد صلاح قال لك انا ما كنتش بعرف انزل اتصحر عشان انزل اتعشى عشان الناس مش عارف، ما هو ده عدم تركيز وعدم انتظام. طبعا كان معظم كلامه قصد بيه معسكر القاهره، حضرتك عارف ان معسكر بره تحت اشراف فيفا فبيبقى السيطره عليه اعلى شويه ممكن. بس يعني اللي اتقال بوجه عام ان في عدم تسايب، في تسايب شويه بالظبط. فطبعا ده برضو عمل عمليه احتقان بين الجماهير واتحاد الكوره، ما فيش شك في كده. هو دلوقتي المنتخب اللي بيدفع الثمن يا كابتن. ما هو صحيح، ما هو صحيح، ولكن اللي انا عايز اقوله ايه، الجماهير برضو ما عزفتش عشان الموضوعين دول بس، يعني موضوع مشكله محمد صلاح واللي حصل في كاس العالم، كمان احساسهم بقوه المنافس. يعني انت لو انت في مجموعه مثلا ماتش ده مصيري او يعني لو منتخب تونس الملعب كان هيبقى مليان، كان هيبقى زحمه عن كده، هيبقى مليان عن كده، او كنت في موقف خطر. بس هو احساس الناس ان انت بتلعب مع تونس والنيجر وسوازيلاند وكمان اتنين هيوصلوا، يعني قبل ما يجي محمد احمد كان الموضوع ان 16 فرقه وهيبقى اخدوا واحد اول بس، ورجعوا قالوا 24 فرقه، ف 24 فريق اللي هيروحوا، فكل اتنين من ال 12 مجموعه. فانت الفرصه بالنسبه لك انت وتونس يعني اصبحت شبه مؤكده. صحيح الكوره ما فيهاش كلامك مظبوط، هو لازم تاخد حذرك ولازم يعني تأدي بجديه، ولكن المنطق والحسابات واللعيبه المحترفين اللي في المنتخب المصري وخبره المنتخب المصري وايضا المنتخب التونسي بتقول انه الكفه الارجح بكتير هتبقى المنتخب المصري والمنتخب التونسي. حتى نتيجه النيجر في المباراه الاولى سلبيه على ملعبها مع سوازيلاند ومتعادلين، يعني حتى عشان نيجر او سوازيلاند تعمل مفاجاه لازم يكسبوا بعض، لكن كمان بيتعادلوا مع بعض فدي هتعمل لهم مشكله تانية. فانا اتصور انه المنتخب المصري ان شاء الله النهارده المباراه هتبقى بالنسبه له مش هنقول سهله ولكن في المتناول، يعني يقدر نرجع لسؤالنا بقى واجيري وبعد هيكتور كوبر اكيد اول مباراه يعني هيبقى فيها بعض الامور. هو اولا مستر كوبر طبعا بنشكره انه وصل المنتخب لكاس العالم ونهائي الامم الافريقيه، ولكن الناس كان عندها كلام كتير على طريقته الدفاعيه اللي هي بنسبه كبيره قوي بتلعب على هجمات مرتده بسيطه كمان، فكان في انتقاد على طريقه الاداء من تصريحات. احنا عايزين كل حاجه، عايزين اداء وطبعا هو ده الطبيعي هو ده الطبيعي في الكوره. نمره واحد الناس بتروح عشان تستمتع وعشان تكسب تحقق نتيجه مرضيه، لكن الكلام ان انا العب وحش واكسب اوكي دي بتيجي في ظروف قليله، لكن مش الطبيعي ان انا مشوارك على طول، مش الطبيعي ان انا طول الوقت سنين كان لازم تطور وتدخل ما فيهوش الحلاوه. يعني يعني انت تفتكر 2010 او 2008 او 2006 دول بره السرب خالص، المنتخب كان بيأدي حلو قوي وكان في نتائج كمان. فالناس لا انت كنت بتقول يا كابتن هنكسب كام النهارده؟ مظبوط، والاداء ممتع ما فيش شك انه المكسب مهم جدا، وبالذات في الفرق اللي بتلعب على بطولات او في منافسات ده الاساس، ولكن الناس برضو عايزه تستمتع بكره القدم وبتحب الاداء الحلو، والاداء الحلو غالبا هو اللي بيجيب مكسب غالبا طبعا يعني. طبعا فهنقول انه المنتخب كان بيأدي وعمل نتائج، ولكن باستثناء كاس العالم،
ولكن الأداء ما كانش مرضي بالنسبة للناس. فكلام مستر أجيري وهاني رمزي إنه الأداء شكله هيختلف وإنه هيلعبوا بطريقة يعني شبه هجومية، طبعا مع التحفظ الدفاعي ده طبيعي في وقت معين. بس أول معسكر وشهر من بعد التولي، هل الوقت كافي ولا لسه؟ لا يعني كتير. لا لسه كتير، لأنه لسه أولا حصل تغيير في المنتخب اللي راجع من كأس العالم بقاله شهر ونص ولا حاجة بنسبة 50% في الاختيارات الأخيرة. طبعا 12 واحد مشي، يعني عصام الحضري طبعا بحكم السن ده طبيعي، وهو اللي اعتزل وده طبيعي ده طبيعي. في عبد الشافي، في احمد فتحي، في الونشي ما راحش، في شيكابالا، في كهربا، في عدد من العناصر الكبيره، سامو واوكا تعور، سام تعور، وحافظ حسن كوكا، حوالي 12 لاعب بالظبط محطوطين في او كمان اضاف عليهم اثنين كمان اللي هو محمد محمود وصلاح محسن ومروان محسن بعد اصابه سامو كوكا. فحوالي 14 لعيب داخل على المنتخب جديد. صحيح هو مش هيلاعب الناس دي كلها النهارده، ولما التشكيله اتقال واحنا كنا متوقعين كده ان التغيير، كنا نقول التشكيلة كابتن كده ونعرج عليه. يعني قلنا في حراسة المرمى الشناوي وايمن اشرف، احمد حجازي، باهر المحمدي، احمد المحمدي، علي غزال، ومحمد النني، وطارق حامد، وتريزيجيه، وصلاح، ومروان محسن. مظبوط. انت هتلاقي اللي بره او الجديد على المنتخب هو باهر محمدي، وباهر لعيب كويس وواعد وبيقدر يلعب مساك، وبيقدر يلعب لعب على حساب علي جبر. لعب على حساب علي جبر. انا بصراحه كنت متوقع علي جبر على اساس انه هو وحجازي اللي كانوا بيلعبوا على طول وخبره وكده، لكن وجهاز المنتخب شاف في التدريبات قال لك ان هو كان واقف على رجله اكتر وبيأدي اكتر. مظبوط، وجهات نظر طبعا. باهر لعيب كويس وواعد وان شاء الله ربنا يوفقه. ايمن اشرف ما كانش بيبتدي كاساسي في الظهير الايسر، كان تبع عبد الشافي. ايمن اشرف لعب جزء بسيط. علي غزال طبعا لعب قبل كده ولكن من فتره طويله ولسه راجع. كان بيلعب خط دفاع كابتن، يعني حتى هو قال انتوا ظلمتوني، لعبتوني في مركز غير مركزي مع كابتن شوقي غالي. مظبوط، هو اصلا وسط ملعب وبيلعب مساك، زي ما كنا دلوقتي بنقول على باهر بيلعب مساك وظهير ايمن، بنقول على ايمن اشرف بيلعب ظهير ايسر ومساك. ففي لعيبه بتعرف تلعب في اكتر من مركز، فالنهارده هيلعب في مركزه. بقيه العناصر هم يعني محمدي طبعا كان بيلعب، احمد فتحي، ودي برضو علامة استفهام انه احمد فتحي لم ينضم للمنتخب رغم انه مؤدي الفترة فاتت بشكل طبعا. انا تكون سياسة للنزول بالاعمار السنية ولا ليها فلسفة تانية؟ بص، هو ممكن تكون دي وجهة النظر. النزول بالاعمار السنية ده شيء مهم، ولكن الطبيعي طالما واحد بيأدي باقصى ما عنده وهو نمرة واحد في المكان ده ومحدش عارف يحط رجله لغايه دلوقتي وهو بيأدي، انا بلعبه لغايه اخر وقت لغايه ما احس ان سنه ده اثر عليه طبعا. مثلا ما هو ده اللي انا اقصده. لو ده فكري ايوه، ما هو ده اللي انا اقصده، ده الطبيعي، ده المنطقي. لكن ان انا مجرد ان انا اقول انا عايز انزل بالاعمار فانا اجيب الاكبر ومشيه، وممكن حتى اللي بيلعب مكانه يبقى اقل، مش انا بالنسبه لي مش منطقيه. اولا متوسط الاعمار لفرقه قويه بيبقى حوالي 27 سنه. يعني انت لو جبت المنتخب الفرنسي مثلا اللي هو خد كاس عالم عنده الخبرات مع الشباب، طبيعي، ده طبيعي، ده طبيعي. فانا اصلا المنطق ده انا عن نفسي ممكن ناس ثانيه تبقى مقتنعه بيه، بس انا عن نفسي مش مقتنع بيه. انا عن نفسي مش مقتنع بيه، طالما في واحد افضل وبيأدي حتى الان يلعب لغايه اخر وقت، ان شاء الله بعد 10 ماتشات بقى اقل او 5 ماتشات بعد كده يجي الافضل منه. دي وجهه نظر. فنعتبر طبعا محمدي قديم جديد، يعني هو ما كانش بيلعب اساسي ولكنه قديم طبعا وخبره، كابتن المنتخب، كابتن المنتخب وراجل له باع كبير في الدوري الانجليزي. بقيه العناصر هي يعني مروان محسن كان بيلعب، تريزيجيه، صلاح، النني، طارق، حجازي، الشناوي، دولت يعني احنا لو اتكلمنا يعني في تشكيله النهارده هنقول باهر المحمد جديد اول مره وعلي غزال، علي غزال على على يعني على التشكيله وايمن اشرف كاساسي باك ليفت. دول لسهوله المباراه او ان المنتخب اللي قدامك او القدره الفنيه للمنافس تقدر تخليك تحط بعض التغيرات عشان المرحله المقبله.
مظبوط. انا قلت لك ايه، انا من في البدايه لو المجموعه دي مش كده او المجموعه دي هياخدوا منها الاول بس، كان الوضع ممكن يختلف شويه في الاختيارات، ممكن كان يختلف شويه في مرحله، على الاقل على الاقل في مرحله. لكن برضو الاحساس انك انت فرقتين في المجموعه يوصلوا وانت معاك النيجر وسوازيلاند، مدي مش هقول امان ولكن اطمئنان نسبي انك انت تقدر حتى لو ضفت عناصر جديده انك تقدر تحافظ على المكاسب اللي جايه. وبعد كده الماتشات والماتشات الوديه والاستعداد اللي قبل الامم الافريقيه هيدي خبرات لبعض الناس اللي ما لعبتش كتير. ولكن يعني نتمنى ان الامور تمشي كده بالسهوله اللي احنا متوقعينها، او يعني الاطمئنان النسبي اللي احنا متوقعين اللي احنا فيه. ايوه مفروض ان شاء الله. يعني شيء جميل انه اضاف عناصر جديده في المنتخب، وفي فعلا عناصر كنقاد وكمحللين وكمدربين وجماهير كانت بتطالب بيها. يعني كتير طالبنا بمحمد حمدي الظهير الايسر انه ينضم قبل كاس العالم، كتير ناس قالت احمد جمعه، كتير ناس قالت عناصر اخرى زي حسين الشحات. ففي بعض العناصر انضمت كانت تستحق انها تنضم، ودي حاجه كويسه ان هم برضو يعني ادوا فرص تجديد الدماء في التوقيت ده مطلوب، ادوا فرص. ولكن انا بس كان التحفظ بتاعي قلت لك اللي هو كان قادر زي احمد فتحي وكان ممكن يستمر، هي دي بس اللي بالنسبه لي مستغربه. نيجي بعد العناصر الاخرى اللي هي يمكن اجاوب بس على السؤال الاول بتاع جيري هيلعب. طبعا انا قلت لك هيحاول حتى في الشكل اللي هو عامله هيحاول يعمل اختلاف شويه، ولكن يعني برضه كابتن هو الزم نفسه بتصريحات قويه مبكرا، طريقه اللعب هتتغير، الاداء هيبقى كويس. هل دي 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 تصريحات ممكن اقولها للشو سريعه وما كانش يجب انها تقال دلوقتي، ولا لازم هذه التصريحات في البدايه؟ لا هو لازم يقول كده لانه هو عارف، وعارف عن طريق اعضاء الاتحاد او الجهاز المعاون بتاعه ان الناس ما كانتش راضيه الفتره اللي فاتت عن شكل الاداء او النتائج اللي حصلت في كاس العالم، فلازم هيقول بعض التصريحات اللي بتدي امل كده، امل روح. ايوه وامل للمنتخب ده مش وحش، ولكن ما يبقاش مبالغ فيها لانه اصلا عندك احتكاك باستعداد قليل. ما هو خلي بالك انا قلت لك تاني انه احساس بان النيجر مش تونس المتناول. مش نيجيريا مش الكاميرون مش غانا مش السنغال كان الموضوع هيبقى مختلف شويه. ده احساس يعني موجود ما فيش شك. الاحساس ده اكيد يا كابتن، ودي نقطه مهمه قوي اللي حضرتك اشرتها لي، الاحساس ده اكيد موجود عند اللاعبين، واللاعب المصري لما بيحس ان المنافس اللي قدامه اداؤه متواضع فنيا الماتش بيتقل، الاستعراض بيزيد، الفرص كتير بتضيع، التركيز بيقل. هل دي النقطه دي برضو عند الجهاز الفني عشان يعني يفوق لعيبته؟ اكيد هيبقوا واخدين بالهم منها، اكيد يعني هيدوسوا عليها في الكلام وفي التدريبات وكده، ان لازم ناخد الامور بجديه. وانا اعتقد ان لعيبه المنتخب نفسها هتحاول تادي بكل جديه، لان هم عارفين ان الناس مش راضيه عن اللي حصل في كاس العالم. اكتر من العزوف الجماهيري، ما فيش حد في الملعب. لا هم كمان احساسهم، هم مش لعيبه قليلين، ده لعيبه فيهم لعبوا في او بيلعبوا في انديه كبيره جدا سواء في الخارج او في داخل مصر. هم عارفين ان الجماهير ما كانتش راضيه خالص عن الاداء في كاس العالم والنتائج السلبيه اللي حصلت، فانا اعتقد انه هيحاولوا يبذلوا اقصى جهد النهارده وان شاء الله المكسب يبقى في متناول. لكن انا بتكلم على الشكل اللي هو لاعب بيه، هو بيقول انا هلعب 4-3-2-1 زي ما انا فهمت، بواحد بس ديفندر من بعض التصريحات اللي طلعت على لسان هاني رمزي. بس الشكل النهارده ما بيقولش كده. ده الشكل طيب. النهارده بيقول 3 ديفندر. طب بالتشكيله دي يا كابتن ممكن اسمع من حضرتك لو 4-3-2-1 او لو 4 دي عمرها ما تيجي 4 دي عمرها ما تيجي 4-2-3-1 كده. قصدي عمرها ما تيجي 4-3-2-1. يعني لو ارتكاز واحد. اولا علي غزال لاعب ارتكاز، مش لاعب مهاجم. ف 4-3 يعني معناها واحد واثنين حواليه عندهم قدرات في التكمله الهجوميه سواء من العمق او من الاطراف، وبالذات في العمق وممكن من الاطراف.
طارق حامد مش كده، والنني نسبي يعني، نسبي عنده تكمله هجوميه، لكن مش لعيب اطراف برضو يقدر يلعب على الطرف لما يطلع او كده، هو بيلعب من العمق يعني، ممكن يكمل ورا الفراوده عشان يسدد. فدي اقرب ل 4 2 3 1 يعني يبقى علي غزال وطارق حامد اتنين ارتكاز والنني قدامهم. يبقى علي غزال وطارق حامد مع بعض، يبقى 4 2 وبعدين 3 اللي هو صلاح والنني، صلاح وتريزيجيه والنني، وقدامهم مروان. ايوه، لانه 4 4 3 2 1 عايزه واحد بس ارتكاز واتنين حواليه شمال ويمين بيجيدوا التكمله انت واخد بالك انا اقصد ايه؟ والشكل العام طبعا ان منتخب النيجر مش تلعب بثلاث ديفندرات يعني. ايوه انا بتكلم يعني على التصريحات اللي اتقالت ان احنا نلعب بواحد ارتكاز ويعني 4 3 2 1، فمعناه واحد ارتكاز واتنين حواليه، زي مثلا لما تقول ايه؟ هلاعب واحد ثابت واتنين طايرين. ايوه هو او يعني واحد بيكملوا عندهم تمام، بس العوده الاساس تاني. فيه تمام، لكن دولت دلوقتي كده ما تقول علي غزال وطارق حامد والنني يعني التلاتة. يعني احنا ممكن نقول مثلا اللي هو مثلا يقصد ان طارق حامد اللي يكون ثابت مثلا وعلي غزال والنني طايرين، مش طبيعي لعبه، مش بتاعه غزال، مش بتاع يعني النني نسبي بس مش بتاعه غزال. هو ده اللي انا بقوله. وحتى النني ما بيعتبرش لاعب جنب شويه يعني، في لعيبه اطراف يعني، بمعنى ايه اطراف في النص يعني، زي مين؟ زي انا عايز اجيب حد، اسلام محارب مثلا او اوباما في الزمالك، ممكن يلعب واحد ويبقى هو مثلا اللي هاف الشمال او اليمين، او وليد سليمان يعني يلعب هاف الشمال او يمين ويبقى واحد ارتكاز وهو بيكمل ويرجع تاني بيدافع. تمام، لكن النني وغزال وطارق حامد اقرب لعيبه الوسط المدافعين ثلاثة. فانا عشان كده بقول ان هو كده الشكل ده بيقول 4 2 2 3 1 يعني، بس النني هو اللي هيبقى متقدم شويه عن طارق حامد وغزال. ولا هل ممكن 4 2 3 1 لو قلنا ان هيعتمد على زي ما حضرتك قلت علي غزال وطارق حامد تحت، ويبقى النني مع تريزيجيه وصلاح هو ده اقرب لكده، ده الاقرب، ده باللعيبه اللي في الملعب، العناصر دي الا لو هو عنده رؤيه في لاعب في طريقه ادائه يبان بقى في تشكيله الملعب. جميل، بس اللي احنا شفناه من طارق حامد واللي شفناه من غزال، اللعيبه حافظينها يعني، دي لعيبه احنا شايفينها كتير. اللي احنا شفناه من غزال واللي شفناه من طارق حامد دول مش لعيبه وسط مهاجمين، لعيبه وسط ارتكاز يكملوا يعني زي حسام عاشور كده. تمام، لكن لا مثلا انا اقول يعني في ناس بتلعب اطراف زي ما انت قلت، وليد اسلام محارب، ميدو، جابر، في لعيبه كتير بتلعب على النص الملعب الاطراف، فهي دي بس النقطه. فاحنا عايزين نشوف الطريقه دي ممكن النهارده عشان مع النيجر مش هتحسها قوي، لكن لو انت بتلعب مثلا مع منتخب زي النيجر، زي نيجيريا، زي تونس، زي بتاع، هتحس بيها قوي ان الثلاثه دول اقرب للارتكاز. يعني باستثناء تكمله من تبقى انت عندك حارس هيدوا لك ده، والنني بقى يعمل حته اللي هي الوسط تبقى لايق. أيوة، على الماتش النني بيعرف يهاجم من العمق يعني، بيعرف يطلع من العمق، يعملك زياده عدديه في النص كده في العمق، في حدود يعني في حدود العمق، انه بيسدد كويس، ان ممكن يعمل كره فيها بينيه، لكن دي مش عند طارق حامد وعلي غزال، دي مش عند طارق حامد وعلي بس. فهو احنا هنشوف الشكل النهارده بالظبط هو اللي عايز يلعب بيه ايه، لكن طبعا ده بتتالي الماتشات يعني هيبان ب مين يلعب المهاجمين يا كابتن في التشكيل ده؟ يعني ايه؟ مين يسند ويلعب المهاجمين؟ ما هو هيعتمد على النني في الموضوع ده، على النني لانه يعني مع صلاح بيبقى واخد طرف وبعدين يلعب في العمق، تريزيجيه بيبقى واخد طرف وبعدين بيخش للعمق كويس. يعني هل ومروان محسن قدام؟ هو اصل السؤال ده عشان اسالك السؤال الثاني، هل النني هيبقى هو البلاي ميكر كده بصراحه بتاع المنتخب في هذا التوقيت؟ هل عنده القدره يلعب بالبلاي ميكر صريح؟ لا طبعا مش هتبقى بنسبه، هو وضعه كده خططيا في هذا ما هي كده. ما انا قلت لك طارق حامد وعلي غزال، انا بقول لك هو من قبل الماتش بيبتدي مش عندهم، مش بتاعتهم، مش حكايه زي ما انت قلت لك. اهو انا جبت لك مثال بحسام عاشور، انت هتقول لحسام عاشور تعالى انت هتلعب هاف شمال مثلا او هاف يمين، هو مش هاف شمال ولا هاف يمين بالظبط، هو وسط ارتكاز زي طارق حامد زي علي غزال. فهي واضح انه النني هو اللي هيبقى
واخد الجزء اللي هو بتاع صناعه اللعب والتكمله يعني تحت الثلاث فراوده يعني دول. عنده رمضان صبحي، عنده حسين الشحات، عمرو، عنده مروان، أيوة. عنده اللي هو اللعيب الواضح اللي هيدي لك الدور ده بسلاسه. وكان من الاج ده يعني لو انت شايف انه النني مع طارق حامد ويتحط قدامهم واحد ثالث بعيدا عن علي غزال، او علي غزال يكون موجود على حساب حد وتحط واحد من اللي بيطيروا ويشتغلوا تفرق شويه. بس يبدو هو في دماغه في حاجه عايز يعمل. طبعا واكيد، واحنا يعني هنحترمه، وراجل مدرب كبير ومسك منتخبات كبيره، وهنشوف. احنا مش هنقدر، احنا بنقول بس على واقع الورق اللي قدامنا، لكن احنا هنشوف مع الماتشات، هتبان مع اداء اللعب ومع الماتشات يعني، عشان ما نظلموش احنا برضو. حتى مثلا نتكلم على واحد زي محمد صادق مثلا بتاع الاسماعيلي. محمد صادق عنده اللي انا بقوله لك ده، يلعب، يقدر يلعب هاف على الطرف، حتى هو في الاسماعيلي بيعملوا كده ساعات، يلعب هاف على الطرف وساعات يلعب ارتكاز ويكمل يعني، ساعات بيلعب. بس لسه عايز خبرات طبعا. لا انا عارف، انا بقول لك طريقه لعب، انا بتكلم على طريقه اللعب يعني. انا بتكلم على طريقه اللعب. ففي عناصر طبعا انضمت كويس للمنتخب قلنا عشان بعض التجديد، ولكن طبيعه الحال كل واحد بيبقى من وجهه نظره عنده لعيبه شايف ان هو ممكن يخش يعني. انا مستغرب مثلا واحد زي مجدي قفشه ما يخشش، من افضل لعيبه في الدوري الفتره اللي فاتت. واحد زي طبعا قلت لك احمد فتحي، السوليه، الونش من الزمالك، محمود الوليد سليمان، محمود الونش سردباك بتاع الزمالك هايل، وكان منتخب في كاس العالم وصغير. لو هو تجديد، ما هو صغير ده، منتخب اولمبي اصلا. ففي بعض، عبد الله بكري سردباك بتاع بريمز، لعيب ممتاز، كويس طبعا، لعيب ممتاز سردباك، هيبقى من احسن سردباكات في مصر. ففي عناصر احنا من وجهه نظرنا بنقولها، لكن مستر اجيري وكابتن هاني والعناصر كلها، الكباتن اللي موجودين بقى عندهم رؤيه، فطبعا لازم نديهم الفرصه. الكابتن بيشوف وياخد. ما انا بقول لك، لان برضه في لعيب لما هتديله لسه جديد اداؤه مع المنتخب قد يكون مختلف، قد يكون يعني الحمل ده تقيل عليه شويه، فالظاهر هنشوف الفتره الجايه اكتر من لاعب. لا، ما انا قلت لك انه لازم هم اللي سايقين، وهم اللي بيقرروا، وهم اللي ياخدوا الفرصه. بس انا بقول لك انه بعض العناصر من وجهه نظرنا احنا انه كانت ممكن تستحق ان هي تدخل برضه، لانه حصل تغيير كبير. بس ده بيدي امل لبقيه الناس يعني. في حوالي بقول لك 12 عنصر تقريبا دخل يعني، محمد حمدي وكان يستحق، محمد هاني، باهر المحمدي، محمد صادق، بالظبط، اسلام جابر على فكره لعيب كويس قوي بتاع الداخليه، اللي هو حسين الشحات، لا فيش، حسين الشحات طبعا مميز. صلاح محسن كان لازم يخش قبل كاس العالم، كلنا بننادي بكده، وجات له هو فرصه. محمد محمود على فكره بتاع دجله، ديفندر كويس، لعيب كويس هيجي. بس زي ما قلت لك لازم هم ياخدوا الفرصه انه يعني يقولوا وجهه نظرهم، لان هم اللي بيقودوا دلوقتي، فلازم نحترم ده يعني. مباراه من وجهه نظري مباراه قويه مش سهله، انت اللي هتصعبها على نفسك وانت اللي هتسهلها على نفسك، في ظل المنافس اللي هو طبعا كل المؤشرات بتقول انه متواضع على المستوى. ولكن احنا واجهنا النيجر ثلاث مواجهات، اثنين رسمي وواحده ودي، كسبنا واحد رسمي وواحد ودي. والمعركه الشهيره في 10 اكتوبر 2010 ده، ما خسرنا امامهم في النيجر بهدف، طبعا اقصونا عن التاهل للامم الافريقيه بعد ما كنا حاملين اللقب ثلاث بطولات. فالمفاجات مش وارده، فيجب طبعا تقدير المنافس بالشكل الامثل. طبعا مش معنى ان احنا بنقول تصنيفا انه النيجر بعيد وسوازيلاند بعيد عن المنتخب التونسي والمنتخب المصري، انه ما بقاش في حذر، لكن احنا بنتكلم واقع في التاريخ اللي فات كله، واضح في تصفيات الامم الافريقيه كلها، واضح في الوصول للامم الافريقيه، الوصول لكاس العالم، اللعيبه المحترفين، اللعيبه، الفرق كبير، الفرق كبير. لكن الحذر واجب يعني، الحذر يعني لازم يبقى موجود، ولازم الامور تتاخد بجديه. فده طبعا اكيد الجهاز الفني واللعيبه نفسها، اللعيبه اللي بقى عندها خبرات كبيره جدا يعني، اكيد هتهتم بده. محمد صلاح واحد من نجوم الكره العالميه، مش نجوم المنتخب المصري بس. من المفارقات ان القيمه السوقيه، ونمسك الخشب لمحمد صلاح، هي 150 يورو. القيمه التسويقيه ل 11 لاعب في منتخب النيجر 2 مليون يورو، وده يعني ان محمد صلاح 75 ضعف قيمه المنتخب النيجر. ولكن
يعني لازم نحترم. بقول ده ليه؟ لان محمد صلاح عليه ضغوط الفتره اللي فاتت قد يعني يفسر البعض ظهوره في الدوري الانجليزي بالشكل المتراجع احيانا، او ان عليه ضغوط وكان في مشكله بينه وبين الاتحاد، اتحلت المشاكل شكليا، ولكن ظهوره النهارده هل ممكن يكون متاثر؟ هل هو لعيب محترف بالشكل الكبير اللي يقدر يظهر بشكل كبير؟ هل برضو ان المباراه امام منافس مش قوي للشكل الكبير هتساعد محمد برضو يظهر بشكل كويس وينسى مشاكله مع اتحاد الكوره؟ اولا محمد صلاح نجم الكره العربيه والعالميه دلوقتي، بقى واحد من الثلاث اربع لعيبه اللي في العالم اللي الناس بتتكلم عليهم. هو كل الكلام اللي اتكلم فيه هو عنده حق فيه، يعني لو هو ما عندوش حق فيه يمكن كان في بعض الناس تفقد التعاطف معاه، لكن كل الناس حست، لان الناس كان عندها التساؤلات دي. يمكن هو لما اتكلم الموضوع ايه ظهر بقى بشكل واضح، يعني انه عايز انضباط اكتر، عايز يحافظ على وضعه كمان اللي وصل له وشكله طبعا وشكله اللي وصل له، ويدي وضع حلو للمنتخب المصري وقيمه كبيره استحقها لعيب المنتخب كلهم. وبعدين هو لما بيتكلم في الحاجات دي ان هو يقول لك انا عايز اعيش حياتي، ان انا انزل مع زمايلي في ساعه العشاء، او ننزل نقعد في اللوبي تحت في اي حته بنتكلم، هو الراجل حاسس انه بينزل بيتلم عليه الناس بطريقه غير طبيعيه، ما فيش كنترول. فكل الكلام ده حقه طبيعي ان هو يتكلم فيه يعني. فهو محمد صلاح عنده من الخبره ان يقدر يتعامل في مباراه زي ديت حتى بالظروف اللي مرت الفتره اللي فاتت. محمد صلاح متزن يعني، ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحافظ عليه يعني. مش يعني عنده اتزان واضح جدا في طريقه كلامه، واضح جدا في اسلوبه في اللعب، واضح جدا في كل المواقف اللي اتعامل فيها. فاعتقد انه بالنسبه له النهارده فبالنسبه له النهارده الموضوع يعني مش هيبقى مؤثر قوي، وقلقان ومرعوب انه يعني لا 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 حصلت يعني الفتره يعني اللي فاتت، يعني مش حته قلقان لكن حته ضغوط. هو متحمل طبعا في قدراته، هو متحمل حاجات كتيره، لانه حتى الناس ابتدت تقول ده منتخب محمد صلاح. هو جميل انه يبقى عندنا نجم عالمي وانه احنا نعتمد عليه، ولكن ايضا لابد ان المنتخب يبقى ليه هويه حتى في عدم وجود محمد صلاح. ودي كانت مشكله مستر كوبر الفتره اللي فاتت قبل في كاس العالم وقبليها، لما محمد صلاح بيغيب او اتصاب انا بحس الناس محتاره. يعني بحس ان لعيبه المنتخب مفيش الشخصيه اللي تقدر تحط تشيل المكان. احنا وصلنا المفهوم حتى للعيبه ان احنا ممكن من غير محمد صلاح مش هنعرف نكسب. محمد صلاح نجم كبير جدا، وطبعا قيمه كلنا بنعتز بيها، ولكن لابد ان المنتخب يكون ليه شخصيه حتى في عدم وجود محمد صلاح. وحاجه وانت لعيب كره هتحسها يا كابتن، انا كنت مع المنتخب في روسيا بعد تعادل المنتخب يعني مع اوروجواي في المباراه الافتتاحيه، لعيبه المنتخب كده وهم طالعين تعادلنا من غير صلاح اهو بيهزروا، بيقولوها بهزار، هم بيقولوها بهزار بس طبعا في الميكس زون هم خارجين بس بيقولوها لنا احنا كصحفيين يعني بيهزروا كده بس بيرموا معنا. طبعا ما هو انا مهما كنت يعني في ضربة جزاء لمحمد صلاح في اول دقيقتين اهي، يعني اول دقيقتين خلاص اهو المباراه، اول دقيقتين ما شاء الله وضربه صلاح اهو، هو اللي هيشوط ان شاء الله ربنا يوفقه ويجي. لا ما مهما كان اللعيب او ان انت عندك نجم بهذا الحجم، اللعيبه الثانيه عندها قيمه برضه وحاسه بنفسها. يعني انت حتى المنتخب الارجنتيني مثلا بميسي، او المنتخب البرتغال بكريستيانو، اكيد هيجي لهم هذا الاحساس ان احنا نقدر حتى من غير ميسي نكسب، نقدر نكسب من غير كريستيانو بالنسبه للمنتخب البرتغالي. اهدرها محمد صلاح هو ده السؤال عادي عادي، بس ده السؤال اللي انا كنت بقوله لك تحديدا. الضغط اللي عليه، ضغوط عليه كتيره جدا مهما كان، لازم يغطى اي ضربه بتصد من من من, من اي نجم. ولكن كويس النهارده في المباراه زي دي تقدر تعوض، رغم ان هذه الضربه والصده هتدي طاقه ايجابيه للمنافس. ما فيش شك هتدي طاقه ايجابيه للمنافس، ولكن مش عايزين نضخم المواضيع، بمعنى انه ده بيحصل في العالم كله. ما فيش لعيب مميز في العالم في ضربات الجزاء مهما كانت نجوميته ما اضاعش. ميسي اضاع، كريستيانو اضاع،
قبل كده رونالدو مارادونا اضاع طبعا مفيش زيكو كل لعيبه بلاتيني لو تفتكر كاس العالم حط كره بعيده عن العارضه مثلا بمسافه بتاع 7 8 يارده فوق العارضه اللي هو بيحط الفاول من خارج ال 18 يعني بلاتيني كان من اشهر اللعيبه اللي بتحط الضربات الثابته خارج ال 18 فبالك ضربه الجزاء حطها فوق العارضه يمكن ب 4 5 متر يعني في كاس العالم ولا كاس العالم اجيري بيدي اجيري بيدي تعليمات دلوقتي لعلي غزال انه في حاله الهجوم علينا ينزل بين الاثنين المساكين كده زي ميلنر كده مع ليفربول ينزل كده في القلب شويه ما هو ده اللي انا اقوله لك دلوقتي يعني غير ما اتفرج حاجات اهي غير ما اتفرج علي غزال دي طبيعته طيب طارق حامد بطبيعته اللي انت عارفها يقدر يقوم بالشق الهجومي في طرف من الاطراف ما يعرفهاش مش تقليلا طارق حامد مميز جدا لكن ما مش بتاع طارق حامد طارق حامد لازم يبقى في العمق يعني طارق حامد لازم يبقى في العمق بين المدافعين ده اسلوبه ومش هيعرف يلعب غير كده هسيبك تتابع المباراه واكيد هشكرك بس هنطلع تقرير لحد عزيز عليك عيد ميلاده النهارده عشان برضه اخد تعليقك عليه تقرير لنجم كبير من نجوم النادي الاهلي كلنا بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن مصر يا نجم يا كبير نجح ربيع ياسين مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني في حجز مكانه خاصة في قلوب جماهير كرة القدم في مصر بشكل عام والجماهير للنادي الأهلي بشكل خاص ليس فقط لأنه كان من أفضل من لعبوا في الجبهة اليسرى ولكن أيضا لأخلاقه العالية التي زادت من مكانته لدى الجميع ولد ربيع ياسين أو الفهد الأسمر يوم 7 من سبتمبر عام 1960 بمحافظة بني سويف بدأ مسيرته الكروية كلاعب إلى النادي الأهلي مباشرة عام 80 لم يلعب لأي ناد في مصر سوى الأهلي حتى اعتزل اللعبة عام 92 هو ما جعل له مكانة خاصة وبيمشي سمدع هو جول ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الأهلي مسيرة ربيع ياسين كلاعب مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني كانت رائعة وأيضا كمدرب حيث خاض 118 مباراة دولية مع المنتخب الوطني بجانب 300 مباراة مع النادي الأهلي فاز بلقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات وتحديدا أعوام 84 87 88 عكسية وممكن جول ممكن جول ممكن جول ربيع ياسين ربيع ياسين وبالنسبة لإنجازاته مع المنتخب الوطني فقد فاز الفهد الأسمر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 86 كما شارك في 3 نسخ أخرى أعوام 84 88 92 شارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم 90 بالإضافة إلى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 84 خلال تواجده مع جيل العظماء بالنادي الأهلي حقق العديد والعديد من الألقاب المحلية والقارية حيث فاز ب5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا و7 ألقاب للدوري العام و5 بطولات لكأس مصر ودي مجدي وتعدى ربيع ياسين جوه جول جوه جول ربيع طاير من فرح ربيع ياسين بعد اعتزال ربيع ياسين كرة القدم لم يفقد بريقه أو تأثيره حيث نجح في كتابة تاريخ لنفسه كمدير فني بعدما فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية كمدرب مع منتخب الشباب عام 2013 هي البطولة التي جعلته يشارك في كأس العالم للشباب كأحد أبرز المدربين الذين فازوا بكأس الأمم الإفريقية ويشارك في المونديال كلاعب ومدرب ربيع ياسين الفهد الأسمر جول ربيع ياسين برافو ربيع جول
وممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين، وبيمشي تبع جول. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. وادي مجدي، مش احنا اللي بنقول ده التاريخ اللي بيكتب وبيقول، مش احنا اللي بنقول ان في نجم كبير جدا، نجم عربي ونجم افريقي ونجم مصر ونجم النادي الاهلي، وسي في عالي جدا جدا يقارن باكبر اللعيبه على المستوى الدولي والعالمي، الكابتن ربيع ياسين اللي عيد ميلاده النهارده كابتن اسامه، وبنقول له كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا كابتن ربيع. لكن احنا بقى عايزين نقول له على الهوا كل سنه وانت طيب. كابتن ربيع، كابتن مصر، كل سنه وحضرتك طيب. اكيد ازاي، كل عام وانت بخير دايما حبيبي منور، وبشكرك طبعا وبشكر قناه النادي الاهلي ومتشكرين جدا، وسامع طبعا عربي اللي مع حضرتك كابتن اسامه. بقول لك كل سنه طيب يا كابتن ربيع. كل عام وانت طيب يا حبيبي، متشكرين متشكرين وسامع على فريق كبير طبعا في النادي الاهلي طبعا، كلكم كباتن كبار يا كابتن. ولكن احنا بننتهز الفرصه نقول لك كل سنه وانت طيب في بيتك النادي الاهلي، تاريخك سابق عنك، هو اللي بيتكلم، اهدافك، جولاتك، مشاركاتك، نجاحك كلاعب وكمدرب، تاريخ كبير جدا، ونجم من نجوم كاس العالم اللي شرفت منتخب بلدك وشرفت نفسك وادائك مع النادي الاهلي، فتاريخ كبير جدا وحافل، وانت نجم فوق العاده، ولازم نقول لك كل سنه وحضرتك طيب، وربنا يدي لك طول العمر. الله يخليك يا استاذ، انا بتشرف ان انا كنت لعيب في يوم الامس مع النادي الاهلي، الكيان الكبير اللي انا بحبه وعشاه، وتخلي بالك معظم وقتي فيه انا بكلمك، انا في النادي الاهلي دلوقتي بتفرج على مباراه مصر والنيجر، ده نادي يعني بحب، انا ما اعرفش اقعد غير في النادي الاهلي، بيتي وبعدين النادي الاهلي، ففضل كبير بفضل الله سبحانه ثم النادي الاهلي اللي احنا بننتمي ليه، كيان كبير جدا محترم، كباتن كبار اتعلمنا منهم، اجيال بتوصل اجيال، اجيال محترمه بتسجل تاريخ، كل جيل بيجي بيسجل تاريخ للكيان الكبير اللي بينتمي ليه، كيان كبير بنحبه ونحترمه ودايما بنحافظ على هيبته وبنحافظ على اسمه، فاحنا اسره واحده كبيره، انا اتشرف ان انا واحد من الاجيال الكثيره اللي مثلت النادي الاهلي، وكنت عند حسن الظن وقدرت ان انا يعني اشارك بفضل الله في البطولات واشارك في مجد نادي كبير، انا بتشرف ان انتمي ليه، ويا رب دايما دايما المقدمه دايما، ودايما نشوف الكيان احسن كيان في الدنيا باذن الله تعالى. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، واحد من اللي كتبوا اسمهم بميه الذهب في تاريخ النادي الاهلي، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وانت بخير. شكرا لك، شكرا جدا، والف شكرا لحضرتك. يا ربيع ده قصه، يمكن هو مش يقدر يتكلم عن نفسه، بس انا عاصرته من سنه 82 لغايه لما سنه 92، كنا بنلعب في خط واحد، يعني انا قف شمال وهو باك شمال، وطبعا مع المنتخب في بعض الماتشات ومنها كاس العالم ماتش ايرلندا. ربيع من الناس المخلصين جدا، ادائهم عالي جدا، اللي كان محافظ على مستواه طول الوقت، يعني في ناس كتيرة بتلعب ماتش ماتشين ثلاثة عشرة في النادي الأهلي أو منتخب أو حاجة ما بتقدرش تكمل بنفس المستوى، هو على طول كان محافظ على مستواه، فهو طبعا نجم مميز وواحد من اللي عملوا تاريخ كبير لنفسه النادي الأهلي ومنتخب مصر زي ما أنت قلت يعني. كابتن أسامة عربي، نجمنا الكبير والخلوق ونجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، أشكرك على وجودك معايا. شكرا يا أستاذ إيهاب، وشكرا يا أستاذ مشعل. شكرا لحضرتك. لسه الاهلي ليله مكمل معاك، ولسه عندنا مفاجآت كتير، وكمان عندنا نجم تاني برضو عايزين نقول له كل سنه طيب، نجم كبير جدا، لكن هسيب النجم الكبير جدا ده لزميلي محمد سعيد عشان اقول لكم مين هو النجم يا محمد اللي عايزين نقول له كل سنه وهو طيب. شكرا ليك يا زميلي العزيز ايهاب الخطيب، والشكر موصول للكابتن اسامه عرابي. بالطبع نجوم النادي الاهلي كثيرين، ونجم كبير جدا، حقق العديد من الالقاب القاريه والمحليه، واطلق عليه العديد من الالقاب مثل الزئبقي. كابتن محمد بركات برضو بنقول له كل سنة وانت طيب يا كوتا. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير في فقرة ثانية مهمة جدا النهاردة في برنامج الأهلي الليلة. محمد بركات هو أحد أبرز نجوم الألفية الثانية في الكرة المصرية والإفريقية،
من مواليد 7 سبتمبر عام 1976، ظهرت موهبته مبكرا في ناشئي نادي السكة الحديد، مما جعل مدربيه يضمونه للفريق الأول وهو ابن 16 ربيعا سنة 92. لولا الإصابة اللعينة بالساق للمع نجمه في سماء الكرة المصرية مبكرا. كاد بركات أن ينضم لصفوف النادي الأهلي نهاية التسعينيات، لكن القدر أخر انضمامه 6 سنوات كاملة لعب فيها للنادي الإسماعيلي 4 مواسم حقق فيها بطولتين في الدوري والكأس، قبل أن ينتقل لأهلي جدة وليفوز معه بكأس الأمير فيصل وكأس البطولة العربية، وبعدها انتقل للعرب القطري. جاء صيف عام 2004 لتكون النقلة التاريخية في تاريخ محمد بركات مع النادي الأهلي، فبعد أن ظن الجميع أن ستارة النهاية لتاريخه الكروي جاء وقتها لتكرار إصاباته، أصر البرتغالي مانويل جوزي على ضمه للأهلي. كانت المفاجأة، انطلق بركات، توهج، حقق العديد من الألقاب والانتصارات مع ناديه ومنتخب بلاده. فاز بركات مع النادي الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والإفريقية، ففاز بالدوري العام 7 مرات، وبكأس مصر 2 مرات، وبكأس السوبر المصري 6 مرات. على الصعيد الإفريقي فاز بركات مع النادي الأهلي ب5 ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومثلها لبطولة كأس السوبر الإفريقي. شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، لعب مع الأهلي 243 مباراة، سجل فيها 60 هدف. كما شارك مع منتخب مصر في عدة بطولات، توجها بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2006. على الصعيد الشخصي كان بركات أحد نجوم تشكيلة منتخب إفريقيا المشكلة بعد نهاية كأس أمم 2006، وفاز بأحسن لاعب إفريقي يلعب بالقارة عام 2005. في نفس العام فاز بلقب أحسن لاعب إفريقي في استفتاء محطة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهو أول لاعب مصري يفوز بها. اهلا بكم من جديد، وزي ما سمعت وشفت في هذا التقرير طبعا معايده مهمه جدا، وكل سنه طيب يا بركوتا، يعني بالتاكيد 42 سنه وعمر مديد بالنسبه لك، بالتاكيد نجم كبير ساهم في العديد من الالقاب المحليه والقاريه مع النادي الاهلي خلال فترات طويله جدا، كان جيل ذهبي من ضمن اجيال عظيمه داخل النادي الاهلي وفريق كره القدم تحديدا داخل النادي الاهلي. لكن الفقره القادمه فقره مهمه جدا لانها تتعلق بلائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، وخلال الفتره الاخيره هناك اجتماعات عديده وورش عمل متعدده لاقرار لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي واقرار العديد من التعديلات ومشاركه اعضاء الجمعيه العموميه اعضاء النادي الاهلي في تقرير مصيرهم ومستقبلهم خلال الفتره القادمه من خلال تعديلات ورؤيتهم لهذه البنود المتعلقه بهذه اللائحه، خاصه وفي ظل انها خلال الفتره الاخيره وخلال الفتره الحاليه بتقر بالتاكيد لائحه استرشاديه على النادي الاهلي من خلال اللجنه الاولمبيه المصريه. واحنا بنتكلم عن هذا الموضوع الفتره الاخيره كان في اجتماعات عديده زي ما ذكرت في بدايه حديثي، وورش عمل للاقتصاديين والرياضيين والشباب والمراه، كل الطوائف داخل المجتمع الاهلي وعائله النادي الاهلي بشكل خاص. لكن في الايام الاخيره او في الساعات القليله الماضيه كانت في زياره مهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، او تحديدا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ومعه الاستاذ طارق انديل والاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وايضا المستشار اسامه انديل. ايضا كمان كل هذه الاجتماعات كانت لعرض لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي على اللجنه الاولمبيه المصريه.
الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه المصريه استقبلت مجلس اداره النادي الاهلي وهذا الوفد الرسمي خلال الساعات القليله الماضيه لمناقشه لائحه النظام الاساسي ومتابعه هذه اللائحه على ارض الواقع والبنود التي وضعتها طبعا لجنه الصياغه واللجنه المركزيه المتعلقه بتحديد لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بالطبع كلنا عارفين حتى بعد هذا الاجتماع اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت اعتماد موعد يوم 28 سبتمبر الجاري بإذن الله موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي. وكان بالطبع على رأس مستقبلي وفد النادي الأهلي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في جلسة حوارية مهمة جدا بصراحة بتعكس مدى يعني اهتمام اللجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وحرص إدارة النادي الأهلي ومجلس الإدارة على مشاركة الجميع في إقرار هذه اللائحة والمشاركة أيضا في وضع بنود هذه اللائحة قبل الاعتماد بشكل رسمي بإذن الله في جمعية عمومية غير عادية يوم 28 سبتمبر الجاري، مع الوضع في الاعتبار أن غدا بإذن الله 9 سبتمبر سيكون الموعد الأخير لاستقبال الاقتراحات قبل الاعتماد بشكل رسمي من مجلس الإدارة بإذن الله للائحة والصيغة النهائية بأسبوعين بإذن الله الموعد القانوني قبل موعد جمعية عمومية بأسبوعين لعرضها بقى على أعضاء النادي الأهلي في صيغة كده أو في كتيب بإذن الله يقدر عضو النادي الأهلي يقرأ اللائحة ويشوف اللائحة وبنود هذه اللائحة قبل ما يجي إن شاء الله يوم 28 سبتمبر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة النصاب القانوني لاعتماد هذه اللائحة بإذن الله والنصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية العمومية 12500 عضو بإذن الله. هذا اللقاء كان لقاء مهم جدا المهندس هشام حطب اتكلم فيه مع الكابتن محمود الخطيب ووفد النادي الاهلي عن لائحه النادي الاهلي، لكن بالطبع مهم جدا كمان نسمع بقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه ماذا قال بعد هذا الاجتماع ورؤيته للائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث عن هذا الامر بعد هذا التقرير. رياضه النادي الاهلي رمز الرياضة وأكبر من أكبر قطب الرياضة في مصر، دي حاجة تشرفنا وحاجة تفرحنا وتفرح الشارع الرياضي كله وجماهير والجماهير الرياضية كلها بصفة عامة وجمهور النادي الأهلي بصفة خاصة. اللجنة الأولمبية المصرية جاهزة دايما عشان تؤدي دورها ولا تتدخل في أي أمور خارج عن صلاحياتها أو الدور المناط لها في القانون وفي الميثاق الأولمبي وفي المعايير الدولية وفي الدستور المصري، واحنا موجودين لخدمة الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية كافة. احنا بمجرد ما وصلنا مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي من 3-4 أيام، المستشارين عندنا والمختصين عندنا قعدوا عليها درسوها دراسة جيدة وعملنا دراسة مقارنة بتقرير مقارن ما بين البنود المقترحة من النادي الأهلي زائد البنود اللي احنا شايفينها هي اللي لازم تبقى الشكل بتاعها ايه بالاسباب بتاعتها الاسباب الموضوعية وده كله ده بيرجع احنا دايما بنراجع الحاجات دي طبقا لاربع معايير. المعيار الاول اللي هو القانون العام وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية واللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة اللي هي بتحكم المواضيع دي كلها، وبنقول رأينا احنا في المواضيع دي ونتشاور وما خاب من استشار. لنا الشرف ان احنا نروح للنادي الأهلي ونجتمع مع النادي الأهلي ومع في وجود الكابتن محمود الخطيب ونقعد ونتدارس اللي احنا قلناه واللي احنا بعتناه لهم قبلها بيوم يكون هم برضو اطلعوا عليه والمستشارين الأجلاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي هم منط بهم الموضوع ده أكيد هيقولوا لهم رأي وقد يكون الرأي بتاعهم أصوب من الرأي بتاعنا، ونقعد نتفق على كل حاجة ونعتمد الجمعية المشروع بتاع اللائحة على يوم الاثنين أو الثلاث ويبقى جاهز للدعوة للجمعية العمومية وهو جاهز لكل حاجة موجودة. وإحنا في الجمعية العمومية إن شاء الله هم طلبوا مننا إن إحنا يبقى عندنا المراقب من اللجنة الأولمبية وده شرف لنا، وإن إحنا نوفر ثلاث أو أربع مستشارين عشان يبقوا تحت إشراف هيئة قضائية محترمة. ان شاء الله احنا طبعا هنقترح منهم المستشارين وناخد بيهم موافقه هيئتهم القضائيه او وزاره العدل طبقا للنظم المتبعه في الهيئات القضائيه في وزاره العدل عشان يبقى كل حاجه قانونيه ولا يطعن عليها وكل حاجه تبقى معموله كل واحد له اختصاصه يقوم به ولا تدخل في الاختصاصات ولا تدخل في اي حاجه. وده الهدف بتاعنا ان كلنا بنشتغل لهدف واحد اللي هي مصلحه البلد دي، وطبعا من اللي على قمه الرياضه في البلد دي هو النوادي الجماهيريه الكبيره على قمتهم نادي الاهلي ونعتز بيه
نعتز بنادي الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري، كل دي انديتنا الشعبيه الكبيره اللي نهتم بيها دايما نتمنى النجاح لها، واحنا دراع بيساعد في الموضوع ده ان شاء الله يبقى احنا في مكاننا السليم ونقدر نؤدي اقصى ما نقدر نديه للانديه دي عشان مصلحه الدوله. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سمعتوا وشفتوا طبعا حديث المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه عن هذه الزياره الهامه جدا من قبل اداره النادي الاهلي والوفد الرسمي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. مناقشه كانت مهمه جدا لمشروع لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي والشؤون القانونيه في اللجنه الاولمبيه. كما ذكر المهندس هشام حطب، درست مشروع اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي وطلبت بعض التعديلات حسب المعايير القانونيه والمعايير الدوليه المتعلقه بلائحه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. هناك وفاق كبير جدا من العديد من القانونيين حول لائحه النادي الاهلي، والتعديلات التي ذكرت خلال الفتره الاخيره كانت بتتعلق من حدود من 20 الى 30 ماده، واكثر من 1600 اقتراح تلقتها طبعا لجنه الصياغه واللجنه المركزيه في النادي الاهلي بخصوص لائحه النظام الاساسي. لكن كمان الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي كان حاضر في وفد رسمي من قبل اداره الاهلي لهذا الاجتماع بيتحدث في التقرير التالي عن هذه الزياره ورؤيته للفتره القادمه بالنسبه للائحه النادي الاهلي وهذا الاجتماع الهام جدا اللي كان مع اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه. هو استكمال لخريطه الطريق اللي احنا شغالين عليها في عرض مشروع اللائحه، زي ما تلقينا اقتراحات كثيره جدا وعدلنا وتم تعديل بنود بعد رجوع للمختصين والقانونيين وتم اعتمادها من مجلس اداره النادي، ولسه جاري بعد المناقشات تعديل بنود اخرى، وعندنا النهارده وبكره وبعده ان شاء الله ثلاث لقاءات مع اعضاء النادي بحيث لو في اي مقترحات اضافيه يتم المناقشه فيها وعرضها على المختصين وتعرض على اللجنه وتعرض بعد كده على لجنه الصياغه. فدي محاور رئيسيه شغالين فيها. الهدف الرئيسي من كل اللي احنا بنعمله ان يطلع من عندنا لائحه تليق باسم النادي الاهلي، وانها تكون لائحه تعبر عن صاحب الحق الاصيل وهو الجمعيه العموميه للنادي. دي لائحه النادي الاهلي، فلازم تكون معبره عن حقوق الجمعيه العموميه، والحمد لله القانون نفسه ادانا بعد تغييره ادى البعد ده، ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق الاصيل في انشاء لائحتها. فعشان تبقى لائحه تضمن كده وفي نفس الوقت يكون لها مشروعيه، فبعض البنود بيبقى فيها اختلاف في بعض الاحيان اجتهادات. ف كان عندنا النهارده لقاء ودي، موجودين في لقاء ودي مع اللجنه الاولمبيه، اختار يعني لقاء ودي للغايه، في نفس الوقت بنطرح بعض الاطروحات المتعلقه ببعض البنود عشان نطمن البنود دي ممكن تغييرها او لها مشروعيه او غيره، بحيث في النهايه برضو ان تكون اللائحه لها المشروعيه ومعبره عن الجمعيه العموميه. وبرضو احنا بنيجي اللجنه الاولمبيه اللي هي القانون اعطاها البعد ده، البعد ان هي اللجنه الاولمبيه عندها بعد الحرص دايما لائحه الميثاق الاولمبي اللي هو بيحرص دايما على اعلاء صوت الجمعيه العموميه، وان هي بيكون لها السلطه المؤثره في وضع اي تشريعات جوه النادي، تعبر عن وتديها صلاحيات اكتر، تعظيم دور الجمعيه العموميه. الهدف الرئيسي في اللائحه هو تعظيم دور الجمعيه العموميه بما يتلائم معه القانون والاعراف الدوليه. وهو ده النادي الاهلي، وهو ده تاريخ النادي الاهلي كله كده، عباره عن اعضاء جمعيه يوميه الحمد لله يختلفوا على حب النادي، هو ده الاختلاف الوحيد. ممكن طريقه حب النادي نفسها كانت كل واحد حريص على النادي من منطلق معين، ممكن ده اختلاف في الاراء، ده اختلاف في الاراء ده طبيعي جدا، حتى مش عايز اقول اختلاف، هو بيبقى في تباين، نوع من التباين الاراء، ان في النهايه بيبقى صحي ان ينتج عنه منتج يليق باسم النادي الاهلي. في حته برضه اللائحه دي بالذات احنا كلنا حريصين، دي مش لائحه مجلس اداره النادي الاهلي، دي لائحه النادي الاهلي، لائحه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. فاحنا حريصين ان شاء الله الجمعيه العموميه بعدد غير مسبوق يحضروا يوم 28 ان شاء الله 9 يوم اللائحه، يوم النادي الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما اللي بيتعمل دلوقتي غير مسبوق في تاريخ الرياضه المصريه كانديه، خريطه الطريق اللي احنا ماشيين عليها في عرض مشروع اللائحه والخطوات العاملين مجلس اداره الاهلي يتبناها مع كل المختصين والقانونيين والاقتصاديين، في ناس على قمة الاقتصاد في النواحي الاقتصادية في حاجة كتير الحمد لله شغالين معانا أهلاوية وشغالين بقلبهم إنها تطلع حاجة معبرة. اللجنة على رأسها المستشار محمود فهمي وعضو مجلس إدارة لعدة دورات وفقيه قانوني عمل شغله وما زال يعمل هو ومجموعة القانونيين. الاقتصاديين على رأسهم الدكتور فاروق العقدة
فكل المنظومة كلها لجان مع الشخصيات العامة ورش عمل عمالة تحصل زي ما ده بيحصل بطريقة غير مسبوقة. إن شاء الله نتمنى وعندي يقين بكده ان الجمعية العمومية لإقرار المشروع لإقرار اللائحة نفسها لما تطلع في الصيغة النهائية اللي هو خلال أيام هيبقى في صيغة نهائية للائحة يبقى يوم 28/9 يكون برضو استثناء في تاريخ الرياضة المصرية في حضور الجمعيات العمومية لإقرار اللائحة. أهلا بكم من جديد. سمعتوا كلام مهم جدا من الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص هذا الاجتماع الودي اللي كان مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب. وخلال الفترة القادمة بالتأكيد هناك العديد من الاجتماعات لإقرار هذه اللائحة بشكل رسمي من قبل مجلس الإدارة بإذن الله منتصف هذا الأسبوع بعد غلق باب الاقتراحات بإذن الله طبقا للمواعيد القانونية قبل الميعاد الرسمي بإذن الله يوم 28 سبتمبر لإقرار الجمعية العمومية غير العادية من قبل أعضاء النادي الأهلي. نعلم جميعا اللجنة الأولمبية المصرية بالتأكيد هيكون فيها من خلالها مراقبين لأعمال الجمعية العمومية غير العادية بخلاف موظفي طبعا الجهة الإدارية اللي هيكونوا حاضرين لمتابعة والإشراف على أعمال الجمعية العمومية. لكن في هذا اللقاء وفي هذه الزيارة أيضا كان المهندس محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيشارك وحاضر هذا الاجتماع بيتحدث وبيتكلم عن هذا الاجتماع والسبل خلال الفترة القادمة لإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وكيف كان هذا الاجتماع مثمرا للغاية من خلال مناقشات عديدة ما بين النادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية. احنا مجلس الإدارة طرحنا اللائحة للحوار المجتمعي، قعدنا مع أطياف كتير، عملنا مجموعة من الورش. النهاردة اللجنة المركزية للائحة جت في زيارة في استضافة اللجنة الأولمبية، طرحنا عليهم بعض الاستفسارات اللي احنا كنا عايزينها بشكل عاجل، منها عضو الفرع وعضو العامل، عضو الشيخ زايد وعضوية مدينة نصر، هل ينفع نعمل كوتا للمرأة في عضوية المجلس. كل الاستفسارات دي واستفسارات تانية كتيرة طرحناها النهاردة، ويمكن هيجي لنا رد مفصل على لائحة كلها يوم السبت إن شاء الله من اللجنة الأولمبية. احنا سلمناهم نسخة من اللائحة وهيقدموا لنا نسخة يوم السبت إن شاء الله بكل ملاحظاتهم، واحنا هنبدأ ندرسها إن شاء الله. وهيكون في لقاء، بس اللقاء اللي جاي هيبقى في ضيافة النادي الأهلي يوم الأحد الساعة 3، هيبقى المهندس هشام حطب وبعض من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. احنا الأول فتحنا الموقع بتاع شارك، جالنا حوالي 1247 لحد دلوقتي، كلها بتتراوح ما بين من 12 ل 15 مادة. المواد كلها بتدرس، احنا عدلنا 6 مواد في مجلس إدارة قبل اللي فات، والمجلس إدارة اللي فات عدلنا 7 مواد، ويمكن في 9 مواد كمان احنا طرحينهم كلجنة مركزية على مجلس إدارة اللي ان شاء الله هيبقى يوم الاثنين اللي جاي للتعديل. احنا بنستجيب لكل ملاحظات الجمعية العمومية، كل الملاحظات اللي بتتبعت بندرسها بشكل كويس جدا، واي حاجة قابلة للتعديل احنا عايزين نوصل لافضل نص، عايزين نوصل لافضل لائحة شارك فيها الجميع، لان في الاخر عايزين نطلع حاجة تليق باسم النادي الاهلي وتاريخه. كل واحد في اعضاء الجمعية العمومية سواء من اعضاء اللجان او سواء عضو جمعية عادي او سواء متخصصين، كل واحد حس ان هو ليه دور وان الملاحظة اللي بيبعتها بتتعدل او ليها مردود. فالنهاردة كل ما مجلس الإدارة بيستجيب لملاحظات الأعضاء الجمعية العمومية بتدي دافع لناس كتيرة أنها تتحرك وتقرأ وتكتب ملاحظات وتبعتها، لأن النهاردة أنت لقيت اللي أنت بتعمله بيجيب ليه مردود. فالنهاردة لو إحنا ما كناش استجبنا كمان للتعديلات دي كان الناس تحس لا إحنا ما فيش حوار مجتمعي، لا إحنا في ديالوج بيتم بيننا وبين أعضاء الجمعية العمومية، أي ملاحظات بنتناقش فيها، أي حاجة قابلة للتعديل بنستجيب فورا. كان عندنا هدف من البداية في موضوع تفعيل دور المرأة، مبدئيا لجنة المرأة نصينا ان كل اللجان يبقى في نسبة للمرأة. كنا عايزين نستكمل ده بان يبقى في كوتا في مجلس الإدارة، بس في كلام ان هو غير دستوري. احنا هنشوف في الاخر رد اللجنة الأولمبية، واحنا نتمنى يعني احنا نتمنى يبقى في كوتا للمرأة في مجلس الإدارة، واحنا سعداء بمشاركة المرأة، واحنا يعني لان المرأة في الاخر يعني النهارده في النادي الأهلي هتلاقي المرأة هي اللي بتنزل الجمعية العمومية، هي اللي بتبدا تشارك واكتر واحدة حريصة على المشاركة، فاحنا حابين ان هي يبقى ليها دور، واحنا بنتحرك في الاتجاه ده يعني، والحمد لله تمت في اللجان، ويعني هنشوف رأي اللجنة الأولمبية فيما يتعلق
يتعلق بكتله المراه في مجلس الاداره. حاله الزخم اللي حاصله وحاله الحراك اللي حاصله في الجمعيه العموميه، احنا بنتمنى النهارده النادي الاهلي بتاريخه وبقيمته النهارده ان هو ننزل كلنا ونشارك بعد ما نوصل لافضل منتج لائحه نفضل ننقح فيها ونعدل لحد ما نوصل لافضل منتج، وفي الاخر ننزل كلنا نصوت على لائحه تليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي شفنا انديه كتيره اعتمدت اللائحه بتاعتها باعداد ضخمه، النادي الاهلي مش اقل من الانديه دي، النادي الاهلي طول عمره رقم واحد، واحنا منتظرين مشاركه ضخمه ان شاء الله في يوم 28 سبتمبر. اهلا بكم من جديد. كلام محترم من الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لان في جزئيه انا لمستها على المستوى الشخصي، جزئيه الشباب والمراه داخل النادي الاهلي. 50% من اللجان النوعيه داخل النادي الاهلي بيمثلها شباب واعضاء النادي الاهلي، 20% من هذه اللجان بتمثلها من المراه والسيدات داخل اعضاء النادي الاهلي في هذه اللجان النوعيه اللي بالتاكيد من خلال هذه اللجان لجنه الشباب، لجنه المراه، لجنه الطفل باذن الله تستحدث خلال الفتره القادمه. في لجان كثيره جدا، اللجنه الثقافيه، لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه، كل هذه اللجان على ارض الواقع بيتم تمثيل فيها نسب معينه ما بين الشباب والمراه، وبالتالي لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي ومشروع هذه اللائحه خلال الفتره القادمه بتحاول قدر الامكان بتمثل وبتعبر عن هذه الادوار من خلال لائحه اساسيه داخل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ايضا واحنا بنتكلم عن هذه الاجتماعات، يمكن 1600 مقترح وصل الى اللجنه المركزيه ولجنه الصياغه خلال الفتره الاخيره، وهذه الاقتراحات بتتنوع ما بين 20 الى 30 ماده. لك او لكم ان تتخيلوا ان اكثر من 13 ماده تم الاعتماد والتعديلات فيها من خلال هذه الاقتراحات التي تلقتها اللجنه المركزيه للائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. اذا اعضاء النادي الاهلي بيشاركوا بشكل ايجابي جدا لتقرير مصيرهم ومستقبلهم من خلال لائحه تعبر وبتكون مسؤوله عن النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. من خلال هذه الاجتماعات وورش العمل ايضا اللي كنا بنتكلم فيها، ورش عمل للاقتصاديين والرياضيين والشباب والاعلاميين كمان، اجتماعات بقى او مش عايز اقول اجتماعات، هي كانت جلسات وديه لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب، سواء في المقر الرئيسي بالجزيره اللي كان يوم الخميس الماضي، بالامس يوم الجمعه في مدينه نصر، النهارده كانت جلسه مثمره في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. ابدا بالحديث عن مقر الجزيره لان كان اجتماع مهم جدا وجلسه وديه لمجلس الاداره، وتم كان هناك نقاشات عديده جدا ما بين اعضاء الجمعيه العموميه مع مجلس الاداره في موضوع اللائحه واقرار الاقتراحات والحديث حول هذه اللائحه. نخرج الى تقرير مجمع مع عدد من اعضاء مجلس الاداره بيتكلموا بعد هذه الجلسه الوديه والندوه اللي كانت لمجلس الاداره مع اعضاء الجمعيه العموميه. نشوف في هذا التقرير ايه اللي قيل والاقتراحات القادمه باذن الله باقرار هذه اللائحه اللي ان شاء الله هتعتمد يوم 28 سبتمبر الجاري في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اهلا بكم، بنرحب بكل الناس اللي فعلا خدوا من وقتهم وجم يساهموا في رسم مستقبل النادي الاهلي وقانون النادي الاهلي. احنا بنشكرهم وبنوعدهم ان اللائحه دي هتطلع لائحه متوافقه مع مبادئ اللجنه الاولمبيه والمساق الاولمبي، فيها شيء كبير جدا للجمعيه العموميه، فيها اضافه كبيره قوي، وتبقى لائحه يمتثل بيها في جميع نوادي مصر ان شاء الله. طبعا بدل اللي احنا وعدنا بيه قبل الحمله الانتخابيه بتاعتنا، وبننفذ اللي احنا وعدنا بيه، والناس هتحس كده باذن الله، وان شاء الله يوم 28 هيلاقي الناس الناس زي ما جت في الانتخابات زي الناس ما هتيجي في الجمعيه العموميه، وهتبقى برقم برضو كبير. كل حاجه بتطلب بتدرس، واذا كانت حاجه متوافقه مع القانون ومع اللوائح احنا بنزودها وبنعدلها، وده اللي حصل في حاجات كثيره اتطلبت وتعدلت. ان شاء الله كلنا ثقه في اعضاء الجمعيه العموميه انه هييجوا يساهموا، ده دور الجمعيه العموميه ودي ولاد النادي الاهلي. طبعا احنا الاساس اللي جابنا هم اعضاء النادي الاهلي، ان احنا شرف كبير قوي ان احنا نمثل عضو الجمعيه العموميه المحترمه بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي دي قيمه كبيره قوي، النادي الاهلي اللي عملنا كلنا بعد ربنا سبحانه وتعالى، فلابد ان احنا يبقى لينا دور لمستقبلنا. احنا كلنا زي ما قال الكابتن خطيب زائلون، النادي الاهلي هو اللي باقي، احنا بنعمل حاجه لاولادنا ولاحفادنا، واحنا ما عملنا هذه اللائحه لان ما ينفعش النادي الاهلي النهارده تفرض عليه لائحه استرشاديه. لازم اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه المحترمه بتاعه النادي الاهلي هم اللي يوضعوا الاساس والدستور بتاع النادي الاهلي اللي هيمشي لسنوات قادمه. عشان كده احنا ما عملنا اللائحه ووزعناها، كانت مسوده للحراك عشان نقدر ناخد الاراء ونبتدي نشتغل عليها، وان شاء الله باذن الله تكون حاجه تليق باسم النادي الاهلي، ويكون ان شاء الله الحشد اليوم 28 للجمعيه العموميه يكون يعني حاجه زي كده. ما الانتخابات جالنا حوالي اكتر من 40 ألف،
ان شاء الله باذن الله احنا كل اللي عايزينه 12.5. انا براهن ان شاء الله ان جمال عموميه هتزيد عن 20 و25 الف. النادي الاهلي رائد في كل حاجه. النادي الاهلي اول نادي عمل مجله، النادي الاهلي اول نادي عمل قناه، النادي الاهلي اول نادي بيعمل لائحه النهارده بيعمل حراك. انا متاكد لو ان شاء الله باذن الله الجمعيه العموميه اكتملت واقرت هذه اللائحه، انا بقول ان انديه مصر كلها هتحذو حذو النادي الاهلي وهتاخد اللائحه بتاعت النادي الاهلي تبقى هي اللائحه الاسترشاديه بتاعتها اللي هتبني عليها باذن الله اللوائح بتاعتها، وان شاء الله نعمل خير. وانا كل ثقه في عضو الجمعيه العموميه المحترمه اللي انا يعني فخور وبشرف ان انا بمثله في مجلس اداره النادي الاهلي. اللائحه اما وضعت عشان الحراك، وضعت علشان المناقشه، عشان في الاخر اللي يبقى عامل اللائحه دي يبقى هو عضو الجمعيه العموميه وليس مجلس اداره النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش حكر على مجلس ادارته، النادي الاهلي هو ملك لمؤسسيه اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه المحترمه ليه، هم دول ملكه وهم دول اللي من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه ويحطوا زي ما قلنا الدستور والقانون اللي هيمشي عليه النادي الاهلي لسنوات قادمه ان شاء الله. احنا سعداء بالجلسه النهارده مع الاعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله كل شيء يتم بخير ونشوف عدد باذن الله قياس يوم 28/9 باذن الله. كلنا سعداء احنا حتى كاعضاء مجلس اداره من التفاعل، وسعداء زي مستشار اسامه قنديل ما قال ان الجمعيه العموميه هي اللي بتشرع لنفسها وبنغير كل يوم وبنعدل كل يوم، فدي ده شيء ايجابي جدا ان شاء الله يبقى مرضي للاعضاء. طول عمرها كده مش حاجه جديده يا جمعيه العموميه، طول عمر جمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي في حته ثانيه خالص في مصر، فمش غريب عليهم يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. انا في لقطات كانت مهمه جدا في هذا التقرير، شفتوا ازاي التوافق والجلسات والاجتماعات ما بين اعضاء الجمعيه العموميه مع مجلس الاداره للحديث والمناقشه حول لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، ان في النهايه الهدف واحد. وأذكر كلمة يمكن يعني قيلت النهاردة في جلسة الكابتن محمود الخطيب في فرع النادي بالشيخ زايد. كابتن محمود الخطيب قال أعضاء النادي وجماهير النادي هم رأس مال النادي الأهلي. بالفعل أعضاء النادي الأهلي وجماهير الأهلي هم رأس مال هذا النادي وهذا الكيان الكبير. وخلال الفترة القادمة بإذن الله نتمنى أن يكون النصاب القانوني مكتمل وعدد أكبر من ذلك بكثير، كما ذكر طبعا وتحدث المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. هتكون إن شاء الله لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي هي اللائحة الاسترشادية اللي ممكن اللجنة الأولمبية نفسها تعتمد عليها لإقرار اللوائح الخاصة بالعديد من الأندية اللي لسه ما عملتش لوائح خاصة بيها خلال الفترة القادمة. طيب التنظيم والتجهيز لهذه الجمعيه العموميه بالتاكيد فيها ترتيبات كتيره جدا من خلال الادارات التنفيذيه داخل النادي الاهلي. نخرج لهذا التقرير مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيتحدث عن الاستعدادات للجمعيه العموميه غير العاديه باذن الله والمقرر اقامتها يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري. طبعا انا ما اقدرش اقول غير حاجه واحده بس، دايما احنا بنراهن على الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ودايما هم بيفاجئونا باللي احنا يعني اقول لك لو احنا متوقعين، لا احنا بيفاجئونا بالاكتر من اللي احنا متوقعينه. النهارده يمكن دي اخر مرحله في خريطه الطريق بتاعتنا اللي اللجنه المركزيه اقرتها برئاسه الكابتن الخطيب، ازاي نحصل على المقترحات لكل اعضاء الجمعيه العموميه، ازاي يحسوا اللي هو شارك ان شاء الله لو بحرف، ازاي تبقى شاركت. ده تاريخ اللي بيحصل النهارده، هيبقى تاريخ النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي اول من نادى بتطبيق الميثاق الاولمبي، اول من نادى بعدم التدخل الحكومي، اول من نادى الجمعيه الحقوق العموميه هي صاحبه الحق الاصيل. الكلام ده كان من 2006. النهارده بنتكلم في 2018، لائحه النادي الاهلي هي اللي هتفضل مستمره معانا الفتره اللي جايه ان شاء الله. يمكن كان في لائحه مجلس اداره كابتن حسن حمدي، دي اول لائحه فعلا كانت للنادي الاهلي عشان خاطر تقر حق الجمعيه العموميه في تحديد مصيرها او تقرير مصيرها، ولكن رفضت من الجهه الاداريه. المجلس السابق اجتهد وعمل لائحه في 2017 نفس القصه رفضت. النهارده كان المجلس الاداره برئاسه كابتن محمد خطيب كان وعد اعضاء الجمعيه العموميه اللي في خلال سنه هيكون في لائحه النظام الاساسي. من اول يوم طبعا زي ما سمعنا كابتن محمود النهارده كلف المستشار محمود فهمي برئاسه اللجنه، والشكر جزيل الشكر طبعا لسياده النائب الوزير العام فاروق، اللي هو لان محمود مسؤول في قيمه وقامه طبعا، هو انكر انكار زي هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليه، وهو اراد المستشار محمود فهمي هو يبقى رئيس اللجنه الفعلي وهو يبقى عضو في اللجنه، ودي حاجه تقدر، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا بنقول عليه، وهي دي مبادئ النادي الاهلي. والزملاء في مجلس الاداره كلهم الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ محمد جمال الجرحي، قدروا اللي هم يعملوا او يوصلوا المشروع اللي احنا شايفينه النهارده. المشروع دوت رئيس اللجنه المركزيه كابتن محمود خطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان اختار مصطلح جميل جدا، مصطلح عائله الاهلي.
مستوى عائله الاهلي هو بيحب ينفذه او عايز يعني يتنفذ بمفهومه الصحيح لهذا المصطلح. يعني ايه الناس كلها تشارك؟ النادي الاهلي نادي كبير، كلنا تحت مظله واحده، كلنا اسمنا النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها مدينه نصر، جزيره، شيخ زايد، كلنا اعضاء النادي الاهلي، كلنا جمهور النادي الاهلي، مفيش حد هيقدر يفرق النادي الاهلي، مفيش حد هيقدر يفرق بين حد والتاني، لان احنا كلنا فعلا النادي الاهلي، لنا حقوق، لنا واجبات، كلنا ملتزمين بيها. هو ده اللي احنا بنكره النهارده. يمكن احنا النهارده لجنه مركزيه اتخذت قرار اللي هي يبقى فيه ميل لطرح المقترحات على الميل، دي تبقى اول وسيله تواصل، لان كنا في ساعتها اجازه العيد وكابتن محمود ملتزم بوقت معين. الميل ده فوجئنا فيه في اجازه العيد ب 102 مقترح، ال 102 مقترح دول على الفور كابتن محمود اجتمع باللجنه المركزيه، اخذنا لقينا زي ما هو قال 75% او 80% كانت على مواد معينه بعينها، على طول احنا اخذنا قرار بتعديلها. يمكن الموضوع دوت كان هو ده شراره الانطلاق اللي الناس فعلا حست بمصداقيه، الناس فعلا حست ان الناس هتتفاعل. النهارده انت وصلت 1416. 1416 اقتراح من اجمالي الاعضاء الجمعيه العموميه، ده في حد ذاته جميل جدا. طيب هنعمل ازاي تاني؟ ازاي نوصل المقترح، نوصل لمقترحات الاعضاء؟ ازاي يبقى في يعني حراك؟ وازاي الناس فعلا تحس ان هي شاركت؟ عملنا المنافذ اللي موجوده اللي دارتها شباب النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، هم فعلا دول الشعلة الحقيقيه، دول اللي هيستلموا مكاننا، دول هم اللي هيبقوا هم اللي هيديروا النادي الاهلي الفتره اللي جايه. قدروها الحمد لله رب العالمين بحكمه كويسه جدا جدا، رغم الحر ورغم 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 برضه خلي بالك اللي فيه اعضاء جمعيه عموميه، زي ما انت شفت النهارده في الحوار هتلاقي فيه دايما واحد جاي فيه هجوم شويه. العمليه ابسط من البساطه، احنا عندنا منتهى الشفافيه، مفيش حاجه بنخاف منها الحمد لله رب العالمين. بنطلع بنعلن في الوقت المناسب، يمكن الناس بتبقى مستعجله شويه، والوقت المناسب مش عشان حاجه، المسؤوليه بتحتم عليك اللي هناك قرارات كثيره لازم بتيجي فيها على نفسك للصالح العام، وده لو اي حد موجود في مكانك هيعمل كده. الحمد لله عملنا ده ونجح، وصلنا فيه ل 840 اقتراح او 850 اقتراح. طب اخر حاجه في خريطه الطريق هي ايه؟ ازاي النهارده يبقى في تواصل حقيقي؟ وهي الزملاء قالوا ندوات، زملاء قالوا ورش عمل، قلنا لا هي مش ندوات ولا ورش عمل، هي لقاء رئيس النادي الاهلي اللي هو الرئيس لعائله النادي الاهلي كلها مع اعضاء النادي مع اللجنه المركزيه زي ما انت شفت، ويحصل حوار مجتمعي عائلي بين الناس كلها يستقبل فيه كل المقترحات. خلاص استقبال المقترحات اللي حصلت النهارده دي هي دي اللي النهارده عندي لغايه يوم 9/9 يبقى اخر يوم. طيب النهارده احنا مفيش باب لم نتركه او هيئه مسؤولة عن الرياضة في مصر، سواء الجهة الإدارية، وزارة الشباب والرياضة، وأخيرا اللجنة الأولمبية. وإحنا النهاردة فعلا كانت آخر زيارة لينا، رحنا اللجنة الأولمبية في ورشة عمل كانت على مستوى راقي جدا، مستوى عالي جدا، برئاسة المهندس هشام حطب. الحمد لله تبعيت هذه الزيارة اللي هيبقى فيه زيارة نهائية من اللجنة الأولمبية في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، في ورشة عمل نهائية مع لجنة الصياغة برئاسة المستشار محمود فهمي وعضوية معالي الوزير مجدي العجاتي الرجل الفاضل رئيس مجلس النواب، وزير مجلس النواب الأسبق. فكل الكلام دوت أنت بتتكلم فيه، بتتكلم في النادي الأهلي، كل الناس هتشارك، كل الناس هتقول رأيها، زي ما المعالي المستشار أسامة قنديل قال إن شاء الله بإذن الله في لائحة هترضي كل الأطراف. مش هنقدر نقول 100% المولى عز وجل في اختلاف عليه، ولكن احنا نقول هنقدر نرضي الاغلبيه والغالبيه العظمى، ولكن هيبقى الرهان الاخير هو يوم 28 اللي احنا بنقول عايزين نعمل فيه رقم وسكور عالمي جديد ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي، برضه دايما بيفاجئ نعدي ال 40,000. اهلا بحضراتكم من جديد، وكلام مميز جدا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي عن الخطوات الماضيه والخطوات المستقبليه لاقرار لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وكيف كان هناك اجتماعات عديده ما بين ورش عمل وندوات وجلسات وديه وجلسات مهمه جدا مع اللجنه الاولمبيه المصريه. ولا ننسى ان اول اجتماع للجنه الاولمبيه المصريه وهذا الاجتماع ومحضر الاجتماع موجود في متحف اللجنه الاولمبيه المصريه، هذا الاجتماع كان في مقر النادي الاهلي بالجزيره. وبالطبع بعد انشاء النادي الاهلي عام 1907 مباشره على طول كان في اول لائحه رسميه للنادي او النوادي المصريه بشكل عام، كانت من خلال لائحه النادي الاهلي في بدايه انشائه عام 1907. طيب الاستاذ ابراهيم القفراوي ايضا عضو مجلس اداره النادي الاهلي بيتحدث في التقرير التالي عن الجمعيه العموميه غير العاديه ولائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي ومشروع هذه اللائحه والاجتماعات الاخيره التي اقيمت على مدار الايام القليله الماضيه والاجتماعات ايضا المنتظره خلال الفتره القادمه لاعتماد مشروع لائحه قبل العرض على الجمعيه العموميه غير العاديه باذن الله يوم 28 سبتمبر الجاري. بشكر الجمعيه العموميه، حاجه مفخره، حاجه غير متوقعه،
النهارده لما نتسأل في جلسه زي دي فوق عن 45 سؤال، الناس جايه قاريه، الناس جايه بتراجع معاك ماده ماده، بتقول لك الماده كذا والماده كذا، وحضرتك قلت هنا لا ودي مهمه للنادي الاهلي ودي مهمه ليكوا ولازم تاخدوا بالكم منها. احنا بنشكرهم، نشكر حضورهم طبعا من خلال دراستنا للائحة وخلال دراستنا للقانون واللائحة الاسترشادية واللوائح السابقة للنادي. بنشكر كل واحد ساهم بمجهوده، مجلس كابتن حسن حمدي، مجلس مهندس محمود طاهر، وبنشكر الأعضاء اللي متابعين معنا والآخر يوم حيبوا معنا. ثقتنا فيهم كبيرة، منتظرينهم يوم 28، لأنه لا يصح إلا صحيح ولا يجب إلا أن يكون للنادي الأهلي لائحته الخاصة. ليس عيبا في اللائحة الاسترشادية، اللائحة الاسترشادية مجهود من اللجنة الأولمبية ومجهود عشان فترة انتقالية، شكرا على الفترة الانتقالية، لكن النادي الأهلي لازم يبقى ليه لائحته ودستوره اللي أعضائه هيعتمدوها إن شاء الله يوم 28، لأن مش إحنا اللي عملناها، مش مجلس إدارة اللي عملها، مجلس إدارة اقترح بنود والأعضاء هم اللي عدلوها، الأعضاء أجبرونا عليها، في حاجات الأعضاء أجبرونا، يعني السلطات اتخاذ القرار، سلطة التعديل في اللائحة، كنا بنقول لو المجلس الإدارة مقدم الاقتراح والجمعية العمومية ما اجتمعتش وما اكتملتش يعتبر مقبول، الجمعية العمومية قالت لا ده حقي ومش هديه لمجلس الإدارة، وافقنا ونزلنا على رغبة الجمعية العمومية لأنه حقها، رغم إن إحنا كان لينا وجهة نظر، وجهة نظرنا كانت بتقول إن إحنا بنقول التعديل ده وبنطلبه بناءً على الواقع العملي اللي شايفينه إنه بيعيق العمل، لكن إذا كان ده رأي الجمعية العمومية هي هتتحمله وهتيجي وهتقف معانا، وبرضه لما نطلب تعديل هتيجي وهتوافق عليه، منتظرينهم يوم 28 وبنوعدهم وبنأكد عليهم إن إحنا إن شاء الله المنتج النهائي اللي هيطلع خلال العشر أيام الجاية منتج يليق بالنادي الأهلي، دستور ولايحة ستؤسس لجميع اللوائح الأندية المصرية فيما بعد، وهكون حاجة يفخر بها عضو النادي الأهلي ويقول أنا ساهمت وشاركت في تأسيس واتخاذ قرار في لايحة النادي الأهلي. النهاردة أنت عامل لايحة بتقول مرجعيتي الميثاق الأولمبي وما تنص عليه لوائح اللجنة الأولمبية الدولية والمحلية، ما ينفعش ما تروحش للمرجعية بتاعتك تسألها يا جماعة انتوا كمرجعية كلام ده يتوافق معاكم ولا لا، ما ينفعش أسأل. احنا دايما او في كثير من الأحيان بيحصل الخطأ في مصر ان احنا بنسأل بعديها، نادي الأهلي سباق، نادي الأهلي عنده اسس وقواعد في ادارته، احنا رحنا لاصحاب الحق في اعتماد اللائحه وقلنا لهم تعالوا اقعدوا معانا دي لائحتنا اقترحوا علينا، لو في شايفين ان فيها عيب او في مش عيب لكن في تعارض مع اللائحه الميثاق الاولمبي او مع القانون قولوا لنا. وبذكر القانون طبعا في عوار في القانون، يمكن الحوار النهارده مع الاعضاء وضح العوار اللي موجود في القانون، وفوجئت ان الاعضاء حاطين ايديهم، يعني ازاي انا كنادي اهلي ادخل باستثمار 51% وادي حد حق استغلال اسمي وحق استغلال سمعتي وتاريخي وما بقاش عندي ناس ممثلاني في مجلس الاداره تقول له لا اقف، مش قصه عيب، هي قصه ان الاداره قرارات. فالنهاردة أنا كراجل واضع الاستراتيجية وأنا أساس الاستثمار لازم أبقى متواجد، لازم أقول له ده حقك وده مش حقك، لا أنا مش هصوت على الكلام ده، لا هنوافق عليه، أنا استراتيجيتي رايحة للكلام ده، ولو اختلفنا نرجع للأصل اللي هو مجلس إدارة النادي الأهلي وجمعيته العمومية. منتظرين الكلام ده، النهاردة قعدنا مع أعضاء الأهلي بالجزيرة، بكرة أعضاء الأهلي بمدينة نصر، وإن شاء الله السبت هنختتم بالشيخ زايد. كانت وجهة نظرنا إن إحنا نروح للأعضاء عشان نسألهم على رأيهم ونحثهم على المشاركة، لكن فوجئنا ان احنا لحد قبل ما نقعد مع الاعضاء وصلنا ل 1401 تقريبا، 1400 اكتر من 1400 اقتراح، ده رقم مهول، يعني رقم يبين لك قد ايه الاعضاء قلبهم على على ناديهم، قد ايه الاعضاء دي قرت وعايزه تتابع، واذا كان 1400 واحد قروا وشاركوا اكيد أكتر من 20,000 هيجوا ويشاركوا إن شاء الله يوم 28/9، وأنا براهن شخصيا من سابق معرفتي بأعضاء الجمعية العمومية ومن ثقتي فيهم. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سمعنا وشفنا بالتأكيد كلام الأستاذ إبراهيم القفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن لائحة النظام الأساسي ومشروع هذه اللائحة من خلال اجتماعات عديدة وجلسات ودية لمجلس الإدارة مع أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرعي النادي بمدينة نصر والشيخ زايد.
1400 اقتراح كان بيتحدث فيه الاستاذ ابراهيم القفراوي يوم الخميس، لكن النهارده واحنا بنتكلم يوم السبت تخطت عدد الاقتراحات ل 1600، وحتى يوم الاثنين القادم بالتاكيد الاقتراحات هتزيد، وده ان دل على شيء بيدل على الايجابيه والمشاركه من كل عضو في النادي الاهلي لمستقبل الاهلي ومشروع النظام الاساسي ولائحه النظام الاساسي للنادي خلال الفتره القادمه. طيب رغم راي الاعلام الرياضي وراي النقاد الرياضيين في هذا الموضوع، وكيف راى الاعلام الرياضي موضوع لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي؟ معنا تقرير مع الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي بيتحدث في هذا الامر، ثم نتابع الحديث بعد هذا التقرير. العنوان الرئيسي عائله الاهلي، اهم حاجه النهارده لازم تتقال مش عن الحضور وعلى عن كم الثقه في مجلس الاداره طبعا اللي بيقوده زي ما الناس عملوا سلوجان محبوب الخطيب والذين معه، لكن الاهم هو ان هناك الكثير مما ترى الناس بس عندها ميس اندرستاند او في سوء تصور في حته هي انه حتى يوم الاقتراع لا زالت اللائحه تحت امر الجمعيه العموميه. ده اللي النهارده اكد عليه الزميل العزيز شريف فؤاد، وبالتالي ارجو من خلال القناه ان نبرز هذا العنوان انه حتى الان حتى يعني لو الكاميرا جابتها اسمها نسخه للمناقشه، وبالتالي كل ما طرح يؤخذ في الاعتبار. اخشى ما اخشى ان البعض يحاول ان يقول للاعضاء لا ده انتوا بتتناقشوا في الموجود اللي هو رايح على يوم الاقتراع. مش صحيح، مش طبيعي، الأكثرية صحيح عارفة، لكن على القناة أن تؤكد العنوان أنه حتى يوم الاقتراع مع طبع آخر نسخة من لائحة عائلة الأهلي أو لائحة النادي الأهلي بجمعيته العمومية سيكون يوم كامل وأيام سابقة للتعديل فيما هو يمكن تعديله لحساب الجمعية زي ما قال كابتن محمود الخطيب المالك الحقيقي للنادي الأهلي، جمعيته العمومية وجماهيره اللي بيتقال عليها حماية. طبعا هناك يعني كبار مقام واحترام وسن وتاريخ من سبقوا الجميع في النادي الأهلي لوضع هذه اللبنات، وبالتالي ليس من الغريب أن يقال مبادئ التتش وهو لم يضبط يوم رئيسا ولا مديرا ولا أي شيء، يعني أن يظل للمايسترو تاريخه العريق رحمه الله، وبالتالي وأنت في النادي الأهلي تشعر بإحساس مختلف، يمكن بدعوى أنه النادي الأول الذي كون للطلبة المصريين أو لحماية الطلاب المصريين ضد أندية كان الاحتلال هو بطلها الرئيسي هو ومن حوله، يعني يمكن الموروث ده هو اللي خلى مش فكرة نادي الوطنية، فالوطنية في كل مصر، ولكن فكرة البيت الكبير أو الدار بالنسبة للمصريين بكلامهم البسيط، لأن هناك ما أطلق عليه دستور النادي الأهلي، وكلنا شفنا مع عنوان مصر الجديدة كان هناك زحف لتأييد دستور المصري، ومن ثم الجمهورية الحمراء الآن تؤكد أن هناك دستور جديد لأجيال وأجيال إن شاء الله سيكون حاضر في الميعاد كل هذا الشعب الأحمر لدعوة بعضه البعض مش بس بقيادته اللي اختارها، وبالتالي المعادلة سهلة ما تقلقش. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سمعنا وشفنا في هذا التقرير كلام الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت فيما يتعلق بمشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وبالفعل الاقتراحات مستمره وتلقي الاقتراحات من اللجنه المركزيه ولجنه الصياغه تستمر وبتعمل ساعه بساعه ويوم بيوم لاقرار هذه اللائحه ووضع لائحه نهائيه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي باذن الله يوم 28 سبتمبر. لكن قبل ما استقبل التقرير القادم مع الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان، عايز اقول اللجان اللي متواجده داخل النادي الاهلي ليها دور كبير جدا، لجنه الشباب ولجنه المراه ولجنه ذوي الاحتياجات الخاصه، هناك لجان عديده ومهمه جدا، واللجنه الثقافيه دورها ليس فقط اجتماعي او رياضي او ثقافي داخل النادي الاهلي، ايضا بتشارك مع مجلس الاداره ومع اعضاء الجمعيه العموميه مناقشه العديد من الاقتراحات والمشاركه الفعاله مع اعضاء النادي خلال الفتره الماضيه، لا سيما كمان عندما تم استحداث اكثر من لوكيشن في مقر الجزيره وفرعي النادي في مدينه نصر والشيخ زايد لتوزيع مشروع اللائحه ومسوده اللائحه على الجمعيه العموميه وتلقي الاقتراحات. بالتالي من خلال التقرير القادم مع الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان بيتحدث فيه عن دور هذه اللجان والمشاركه الفعاله مع اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا في اطار عائله الاهلي
وفي إطار مناقشة اللائحة عملنا كثير من ورش العمل، لكن يمكن اللي كان عندنا عملنا لجنة الرواد عملت هنا في مدينة نصر ورشة كانت ناجحة جدا. امبارح كان عندنا ورشة لجنة المرأة حضرها برضو عدد كبير. النهاردة لجنة الشباب كان حضرها أكثر من 25 شاب. اهتمام مجلس الإدارة كان واضح لأن الأربعة ما شاء الله عليهم، ريم الكفراوي بدون ترتيب يعني، ديل جرحي سراج كلهم جم عشان يناقشوا الشباب، واعتقد ان الحوار كان مثمر جدا يعني. سبق ان انا قلت برضو في قناه النادي الاهلي ان احنا بنتعلم من الشباب. النهارده الشباب قالوا افكار كتيره جدا، وبدانا ان احنا طلبنا منهم ان بس قبل يوم 9/9 هيجيبوا لنا مقترحات كتيره جدا عشان نعرضها على اللجنه المركزيه ان شاء الله، وبعدين يقرها مجلس الاداره بقياده الكابتن محمد الخطيب. كان واضح جدا في برنامج عائله الاهلي اتكلمنا فيه عن نسب الشباب المشاركه في اللجان. النهارده الشباب بيطالبوا بزياده عددهم في مجلس الاداره، بيطالبوا بان يكون في شيء في اللائحه يتكلم عن الاعمار السنيه بالنسبه للاداره التنفيذيه اللي موجوده. يعني بنثمن طموحهم والطاقات اللي موجوده عندهم، وهندرس دوت مع طبعا مجلس الاداره واللجنه المركزيه اللجنة القانونية، وهنشوف هنوصل فيها ايه. لكن فعلا ده في اطار توجه الدولة المصرية ان احنا بنوكل دور اكبر للشباب وللمرأة دائما. والكابتن محمود الخطيب بيؤكد دوت حتى في اللائحة نفسها موجود ان النادي الاهلي ملك اعضائه وجماهيره، فاحنا ما بنقدرش ان احنا نغفل دور الجمهور، والشباب دول هم جزء من الجمهور. فبالتالي احنا لما نحط في اللائحه او النادي الاهلي يضع في اللائحه تكوين رابطه للمشجعين، مفيش شك ان ده ليه معنى وليه مدلول، لكن احنا عايزين ده يتم تحت مظله النادي الاهلي وتحت اطار النادي الاهلي عشان نتعلم من التجارب السابقه. الشباب ليهم رؤى، الرؤى دي برضه هتتوصل لنا في شكل مقترحات هتدرس وان شاء الله تنفذ يعني. مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب عمل حاجه محترمه جدا جدا. كون انك انت فتحت حوار مع جميع الفئات في النادي الاهلي، فنانين واقتصاديين ورياضيين وشباب ومراه، فده عمل حاله كبيره جدا من الحراك، وبدات الاعضاء بدات تحس ان هي جزء من صياغه هذه اللائحه، وبالتالي هو هيبتدي يدافع عن هذه اللائحه ويقول للناس لو سمحتوا يا اعضاء الجمعيه العموميه اللي انتوا حتى ما بترتدوش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي 150 الف عضو يعني الموضوع كبير، هم اللي بداوا يقولوا لهم لا ده انتوا لازم تيجوا، دي لائحه النادي الاهلي. فحته المشاركه دي اعتقد ان هي عملت ترويج كبير جدا جدا، وده هيظهر برضو اكتر في الفترة اللي جاي. اهلا بحضراتكم من جديد، وكلام مهم جدا للاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان، وحديثه عن الاجتماعات التي اقرت من خلال لجان عديده داخل النادي الاهلي، لجنه الرواد ولجنه الشباب، والصوره اللي شفناها منذ لحظات في هذا التقرير لجنه الشباب اللي بيمثلوا ايضا كمان مجلس الاداره اكثر من عضو مجلس اداره شاب، وكان بيشارك بشكل ايجابي في هذه اللجان خلال السنوات القليله الماضيه. دي كانت رؤية ومتابعة خاصة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأيضا فرع النادي بمدينة نصر اللي كان فيه أيضا اجتماعات مهمة أقيمت في هذا الفرع ولجنة الشباب. وهذا هذه اللقطة أو هذه الصورة اللي كانت في التقرير اللي كانت معانا كانت في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. طيب أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر بيتحدثوا وبيقولوا رأيهم في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وكيف لأعضاء النادي الأهلي يشاركون ويتواجدون في مشروع هذه اللائحة ويقروا عدد من التعديلات، وشايفين هذه التعديلات وهذه اللائحة إزاي بتخدم مصلحة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. نخرج لهذا التقرير بيتحدث فيه أعضاء النادي الأهلي في فرع مدينة نصر والمشاركة الفعالة لإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. ثم فاصل بعد هذا التقرير، وبعد الفاصل الكابتن خالد العوضي المذيع اللامع وفقرة الألعاب الأخرى مع نجوم ونجمات لاعبات النادي الأهلي للكرة الطائرة واللي نجحوا وحققوا مع المنتخب الوطني بطولة أفريقيا للناشئات تحت 20 سنة في كينيا، ومن ثم تأهلوا إلى كأس العالم في المكسيك خلال الفترة القادمة. والله انا حاسس ان اللائحه يعني معموله بدقه عن اللائحه اللي فاتت. المره اللي فاتت برضو احنا كنا قرينا اللائحه، حسيت ان في مثلا دلوقتي بداوا يعني لما عملها الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، برضو مش عايز اغفل ان انا اشكر المهندس محمود طاهر والمجهود اللي عمله قبل كده، لان احنا النادي الاهلي نادي قيم ومبادئ، اللي جاي هي رايه بتتسلم من مجلس لمجلس وكلهم ناس محترمه جدا، واحنا طالما دلوقتي مع الكابتن محمود الخطيب فلازم كلنا بنايده وبنسنده في كل حاجه بيعملها. هو ده النادي الاهلي بقيمه زي ما قلت لحضرتك. هي بصفة عامة كويسة، بس احنا مش عايزين نسيب نقط تبقى خلاف في المستقبل. احنا مجلس ادارة حاليا ده محل ثقتنا لكن لا نضمنش المستقبل ايه. ففي نقطة زي نقطة فرع مدينة نصر، التعريف ده في اللائحة انه فرع، فدي ممكن تعمل مشكلة مستقبلا مع اعضاء مدينة نصر وتعمل انشقاق، لانه القانون الرياضة نفسه
بيعرف الفروع وما بيدهمش الحق في لا في تصويت ولا ترشيح ولا. فدي نقطة عايزة صياغة في مادة مدينة نصر بالذات لها حالة خاصة لأنها سبق أنها اشتركت في التصويت وفي الترجيح وفي كل شيء. فالنقطة دي عايزة لازم يتأكد عليها في الصياغة أن فرع مدينة نصر ده مكمل ومتمم وجزء رئيسي من الفرع الرئيسي من المركز الرئيسي. أنا حطيت في صندوق الاقتراحات بس في نقطة أنا بحب أشيد بها اللي هي مادة 10 المبادئ الأساسية والقيم العليا للنادي. دي مادة تاريخية ما معناها أنه يجب يعني الحفاظ على المبادئ وقيم النادي ده شرط أساسي في أي إدارة أو أي قيادة تتولى قيادة النادي، الحفاظ على قيم ومبادئ النادي. إحنا ما يهمناش البطولات ولا ما يهمنا إن إحنا تقاليدنا ومبادئنا تفضل تاريخ الأهلي مسجلها من 1907. أنا شخصيا عندي ثقة كبيرة جدا في مجلس الإدارة الحالي الحقيقة يعني، وبناء عليه أنا بتصفحها بدأ في نقط معينة اللي بتهمني، يعني مثلا إيه ما يخص العضوية، وبعدين التابع والتابع امتى يبقى عضو عامل، وبعدين كان في خطأ فادح ان يبقى التابع لو واحد متجوز واحدة وطلقها وهي تابع تقوم تتفصل. طب ماشي تتفصل الست، انما الراجل لما يبقى هو تابع ويتفصل ما ينفعش يبقى هو جايب عضو بناء على مراته وبعدين يطلقها ويروح يجيب مراته التانية دخل، ما ينفعش. كان الكلام ده كان غلط، صححوه هم، صححوه في اللائحة دي، خدوا بالهم. انا بصيت كان في برنامج تلفزيوني مخصوص كان بيتكلم عن العضويه وقال ان هم صححوا النقطه دي، ما ينفعش العضو الاصلي اللي هو يا بنتي لما جوزها يطلقها يرجعوه هو عضو وهي تطلع. كويسه جدا، وبتدور على مصلحه النادي والاستثمار، شركات الاستثمار اللي هتتعمل في النادي، فكلها بصراحه يعني حتى لو كان فيها شويه بنود وعرفنا ان هي كلها الحمد لله كل المقترحات اللي احنا عملناها معظمها تعدل. يعني مثلا البند اللي هو كان بتاع ان اللائحه تتعدل من مجلس الاداره لو الجمعيه العموميه ما اجتمعتش، كنا احنا قلنا هو اللي ياخد القرار، لا هم عدلوها وقالوا لا لازم الجمعيه العموميه هي اللي توافق، ما ينفعش تتعدل البنود بتاعه اللائحه الا لما الجمعيه العموميه توافق. ده الديمقراطيه داخل النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي احنا عرفناه احنا ورياضيين، ده النادي الاهلي اللي عرفناه احنا وهو اعضاء. النادي الاهلي لا يحجر الراي، النادي الاهلي بيعطي للاعضاء الكلمه، بيعطيهم المشاركه، بيعطيه حق ان هو التفصيل داخل اللائحه. ده ان دل على شيء يدل على قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناها واللي احنا عرفناها من كل رؤساء النادي الاهلي السابقين. اوريدي بعت البروبوزلز ثرو ذا ايميل اللي هو الشاري، تمام. هم اعتقد ان هم يمكن اول ان اول يعني 16 مقترح. يعني اتمنى ان مجلس الاداره ياخد ولو ببعضها من وجهه نظره، لو شافها ان في امكانيه لتنفيذها، لان هي في النهايه مقترحات يعني ملهاش طابع الشخص بقدر ما هي تمس الصالح العام للنادي. لائحه حاجه عظيمه جدا، في اولا المشاركه اللي حصلت من الاعضاء مع اعضاء مجلس الاداره ومع رئيس النادي حاجه ما حصلتش ولا هتحصل، انجاز هيفتخر بيه النادي الاهلي والنوادي الثانيه، واخد بالك؟ لان دي حاجه هتكتب يعني التاريخ هيكتب الكلام ده للكابتن محمود الخطيب والمجلس المحترم جدا، واخد بالك؟ والنائب بتاعه سياده الوزير عمرو، فحاجه جميله جدا مشاركتي، احنا اللي عاملين اللائحه، فده حاجه ما حصلتش قبل كده. إن شاء الله بإذن الله هيكون أحسن دستور لكل الأندية، يمكن كمان أندية تانية تاخد منا بعض البنود اللي موجودة عندنا تعملها في الدستور عندها، ده أحسن دستور هيكون طبعا نادي القرن. خير على كل مصري النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، والفقره جديده فقره العاب الاخرى اللي بنتابع فيها كل العاب النادي بره كره القدم.
النهارده معانا اخبار الاولانيه اللي نبدا بيها ضرب اول خبر من نادي الشارقه الاماراتي وشكر خاص للنادي الاهلي على المظهر المشرف. العميد محمد مرجان مدير التنفيذي بنادي الاهلي وصل له خطاب من الشيخ سالم عبيدي الشامي رئيس مجلس اداره نادي الشارقه وبيشكر في مجلس اداره نادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على المظهر المشرف والاداء الفعال في بطوله الشارقه الدوليه اللي الاهلي حصد فيها المركز الثاني بعد نادي سموحه في بطوله الشارقه في الشهر اللي فات. بنروح لتاني خبر وكابتن طارق الغنام والعوده مره اخرى الى الملاعب في النادي الاهلي وبدا المرحله اللي هي مراحل الاعداد البدني للدخول في المباريات مع الفريق كره السله. كابتن طارق الغنام كابتن كبير كابتن نجم كبير بوجوده هو الملعب بيطمننا بيشوفوا جماهير النادي الاهلي بشكل مختلف مشارك فعال جدا 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 جوه ملعب كره السله في النادي الاهلي وهو كابتن النادي الاهلي ما شاء الله على كابتن طارق الغنام حاجة مشرفة جدا جدا. كابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة بيتمنى ان كابتن طارق الغنام يلحق بتصفيات المنطقة الخامسة اللي هي هتكون موجودة في تنزانيا بإذن الله على آخر الشهر أوائل الشهر المقبل، ان كابتن طارق الغنام يكون مشارك جيد معاه بإذن الله في تنزانيا ويتأهل لبطولة أفريقيا. الخبر الثالث وهو خبر بنتكلم على برضو سيدات الأهلي في كرة السلة والمباريات الودية بدأت والاستعدادات للموسم الجديد بدأ والنهاردة بيخوض مقابلة مع نادي البنك الأهلي. المقابلة بتقوم يعني شغالة دلوقتي جوه ملعب النادي الأهلي كرة السلة. كابتن إيهاب الألفي عمل مباريتين وديتين مع نادي مصر التأمين والنهارده بيكمل استعداداته للموسم الجديد للبنك الاهلي. سيدات السله السنه اللي فاتت عملوا موسم كبير، عملوا حصدوا ثلاث بطولات اربع بطولات عفوا في الموسم اللي فات، كل البطولات حصدوها. نتمنى ان الموسم ده باذن الله يكملوا على نفس النهج باذن الله. العاب القوه، العاب القوه، نروح لملعب العاب القوه والفوز ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى سيدات ورجال وحصد ميداليات كثيرة جدا في بطولة الجمهورية. كان من أسبوعين بالظبط كان حصدنا برضو 18 و20 سنة ما شاء الله على جهاز ألعاب القوة، ما شاء الله على فريق ألعاب القوة في النادي الأهلي حاصد أغلب البطولات المهمة في السيزن الجديد. بإذن الله تكون فتحة خير علينا كلنا بإذن الله في موسم جديد للنادي الأهلي وحصد أغلب الكؤوس والميداليات بإذن الله مع الموسم الجديد. هنروح لآخر فقرة وهي انضمام لاعبة من الطراز الكبير الطراز الرفيع وهي منار إيهاب لاعبة نادي سموحة ومنتخب مصر. انضمت مؤخرا وقعت على عقود النادي الأهلي. منار لاعبة كرة السلة في منتخب مصر ونادي سموحة انضمت للنادي الأهلي لمدة موسمين. كابتن رؤوف عبد القادر بيصرح ان هي اضافه قويه جدا لفريق كره السله. كابتن رؤوف باذل جهد كبير في تدعيم كل الفرق الجماعيه بالذات بالاخص لان هي الواجهه الاولانيه بعد كره القدم، بيدعم كل الناس في كل الاتجاهات بيأدي دوره بشكل على اكمل وجه. نتمنى باذن الله ان يكون التدعيم وكل الحاجات دي باذن الله على اول السيزون ما يبدا واول فترات باذن الله تبدا نكون جهزنا كل فرقنا لموسم قوي موسم شاق موسم طويل. هنتابعه لحظه بلحظه باذن الله من خلال البرنامج عشان نشوف كل فرقنا بتروح وتلعب فين وبتكسب مين، وان شاء الله باذن الله موسم قوي جدا للنادي الاهلي في كل الالعاب. هنخرج لفاصل بس هنرجع لضيوف هم صغار في السن لكن كباتن كبار جدا قدروا يحققوا بطوله افريقيا لكره الطايره كانت موجوده في رواندا، قدروا يحتفظوا او يكسبوا البطوله تحت 20 سنه. معايا ست لاعبات من النادي الاهلي. انتوا عارفين النادي الاهلي دائما وابدا بيمد المنتخبات المصريه لكل لعيبه، بيكون دايما هو الغالبيه من لعيبه النادي الاهلي. معايا ست لاعبات في الكره الطايره سيدات تحت 20 سنه لكن فيهم 18 وفيهم 16 وفيهم 14. هنتعرف منهم على كل حاجه بعد الفاصل. معايا ان شاء الله باذن الله سهيله وفي وميار خليفه وايات ياسين هدير يسري نور ابراهيم ندى وليد. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.